في حلقة الليلة من جامعة شباب. عمل المرأة المتزوجة يا شغل يا زواج. هل تشوفين أن الوقت الحالي يحتم على المرأة العمل والخروج خارج المنزل؟ أنت مجبر أن أنت تسمع كلامي وأنا أطلع للعمل. إذا في تفاهم الأمور كلها تنحل. جاءت وعيالك وقالت ما بتتكلم. والله سؤال صعب. نتناول مختلف الآراء ما بين مؤيد وغير مؤيد. أنا مع النقاش والحوار. الشيء الأساسي في مجتمعنا هم الأبناء. يكون لي دور في المجتمع خارج نطاق المنزل. ما قاعدة أشتغل أروحي، أنا عندي أسرة. المصداقية عنواننا. لو وجدت أن يضعها زوجها ملكة في بيتها هتختار أن تكون ملكة. أنا أحس أنها هي الظلم، كل شيء يكون على عاتق المرأة. مش كل الوظائف ممكن تدخل فيها. الدولة وفرت كل ما يلزم أن الحرمة تداوم. لازم يكون في تنازل وتضحية. لازم أقول أفكاري وأسمع أفكارهم حتى لو كانت قاسية. يلا اي اي هاي الصورة حقت من منكم؟ أنا. ما شاء الله عليك، ما تنفهمتوها. الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقتنا الأولى من برنامج جمعة شباب. أنا ثامر الصياح، برافقكم خلال هذا الموسم في هذا البرنامج الشبابي الحواري، واللي راح نتناول فيه مواضيع وقضايا شبابية تهم الشباب الإماراتي وشارع الإماراتي المحلي، وبنلقي الضوء عليها من جميع النواحي، ونتناول مختلف الآراء ما بين مؤيد وغير مؤيد. راح نتعرف على قصص نجاح ملهمة تحفز شبابنا وتخليهم فخورين بأبناء بلدهم ويأخذونهم قدوة لهم، ورح يرافقنا أكيد خلال حلقاتنا مجموعة من المختصين كل في مجاله، بنستفيد من خبراتهم ومعلوماتهم، وبنقدم في كل موضوع يتم طرحه سلسلة من التحقيقات بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث العلمية اللي تكلمت عنها. المصداقية عنوان، وبنحترم مختلف وجهات النظر، وكما يقال الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. مواضيعنا منوعة، نخاطب فيها كل العقول ومختلف الأجيال ما بين البارحة واليوم. طرأت العديد من التغيرات واستجدت الكثير من الأحداث، ودورنا في هذا البرنامج أن نسلط الضوء عليها ونناقشها وياكم، وأنتم بعد تقدرون تكونون جزء من البرنامج وتشاركونا آراءكم في مواضيعنا المختلفة من خلال كافة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ جمعة شباب. مشاهدينا، حلقتنا اليوم انطلقت، وفيها راح نتعرف على آراء ضيوفنا حول عمل المرأة المتزوجة ورؤية كل منهم للموضوع اليوم. خليني أمسي على ضيوفي في الاستوديو، مرحبا بكم جميعا، وقبل لا نتعرف عليكم خليني أشوف موقف كل واحد منكم في هذا الموضوع. طبعا أنا أبدأ منك وضحة، هل أنت مع أم ضد عمل المرأة المتزوجة؟ في البداية طبيعي أنا مع عمل المرأة المتزوجة. أنا أشوف المرأة المتزوجة في حال أنها قدرت تتوفق بين مسؤولياتها في بيئة العمل ومسؤولياتها في المنزل نفسه، نعم، أبنائها، الزوج، الأولوية والاهتمامات، في حال أنها قدرت تتوفق بينهم أنا أشوف العمل هنا يخدمها. جميل. أو أنه يكون عنصر أساسي أنه يساعدها يدعمها وتكون ملهمة حق الجيل الجاي اللي قاعدة تربي الأم. جميل جدا. أنا بتجه للسؤال الثاني لك علي، أنا بحول بين الاثنين. علي، هل تشوف أن المرأة المتزوجة العاملة من الممكن أن تقصر في واجباتها تجاه عيالها وزوجها؟ طبعا سؤال يعني يحتاج إلى إجابة عميقة من أي تكون هي واقعية. هل بيكون في تقصير؟ نعم بيكون تقصير، لأن في نسبة معينة من العطاء، يمكن يكون في عطاء أكثر في العمل وعطاء أقل في البيت. طبعا هذا كله يعتمد على توقيت العمل، أسلوب العمل، احتياجات المرأة تكون في العمل، فأتوقع أن يكون في يكون تقصير. جميل. بتجه لك موزة في هذا السؤال، ويمكن السؤال يكون صعب، أصعب الأسئلة اللي بقولها الحين. هل أنت لو مثلاً ارتبطتي في رجل وهذا الرجل قال لك أنا بيك تتخلين عن وظيفتك، شو بيكون ردة فعلك؟ مع هالشيء ولا ضده؟ ضد هالشيء، لأني أنا أؤمن أن المرأة حالها من حال الرجال، من حقها أنها تستقل مادياً ويكون عندها مهنة وعمل خارج نطاق المنزل، فما أشوف أن أصلاً
شريك الحياة له الحق أن يقرر نيابة عنها إذا تعمل أو لا، مش من حقه أصلا. جيد، فرح لك علي الحمادي. علي، أنا عندي سؤال بخصوص أن المرأة تعمل. في بعض الأحيان تكون المرأة راحت للعمل عشان تلهي نفسها عن انشغال زوجها في العمل أيضاً، فأنا بتكون الصبح جالسة ما عندها شيء، فتقول خلاص أنا بتوظف وهو موظف، بنرجع اثنيننا وعلى قولتهم كل واحد يلتهي بشغله لين ما يرجع الثاني. هل أنت مع هذا الشيء وتشوف أن هذا الهدف، ولا بعض الأحيان يختلف؟ والله سؤالك أخوي أكثر سؤال ينسأل بين الشباب. نعم. هل أنت تأيد أن حرمتك تشتغل ولا لا؟ أنه في وقت الفراغ، ف 99% من الشباب يفضلون أن حريمهم يدامون عشان تخف عليه من الاسترس. ألو وينك؟ ألو متى بترجع؟ علي شو رأيك؟ ليش طالع؟ علي والله شوف يعتمد الحين برجع البيت شو بيقولوا لي. لا بس علي ويا الحرمة تشغل نفسها بشيء تستفيد منه كدراسة أو عمل، فنحن نتكلم عن العمل، فشيء أنا موافق عليه. جميل جدا. جابر، بالنسبة لموضوع عمل المرأة، تقول الدراسات أن الحريم المتزوجات يروحن للعمل لتلبية طموحاتهم، وأيضا لمساعدة أزواجهن، وأيضا أن لإثبات يعني على قولتهم أنها قادرة على تحقيق شيء في حياتها، فهل أنت تشوف هذا الشيء صحيح؟ بأمانة يعني ممكن الجواب يكون أعمق من أنا مؤيد أو معارض، وممكن مع الطرح إن شاء الله يكون التفصيل أكثر، ولكن أنا أشوف أنه قد يكون مجال المرأة اللي يعني بطبيعتها بخصائص المرأة نفسها تناسبها وظائف معينة، مش كل الوظائف ممكن تدخل فيها، مش كل المجالات كذلك، فأنا معه ومؤيد، ولكن مثل ما قلنا في عندنا مجال ممكن المفروض يعني يناسب المرأة ويزيدها كذلك ممكن يعني سواء تألقاً أو كذلك نجاح يعني. جميل جدا. طبعا سمعنا آراءكم بشكل سريع وكل واحد وموقفه من هذا الموضوع. قبل ما نغوص بتفاصيل حلقاتنا اليوم، خلونا نتعرف عليكم بشكل أكبر وتفاصيل أكبر ونرجع. حياكم الله ضيوفنا، منورينا في هذه اليمعة الشبابية واللمة الطيبة، بنتكلم فيها عن موضوع يهم الشباب وهو عمل المرأة المتزوجة والتحديات اللي تواجهها، وبنتعرف على آرائكم حول هذا الموضوع. وارحب وياي بالدكتورة هالة الأبلم، مستشارة نفسية وخبيرة تربوية وأسرية، اللي انضمت لنا عشان نستفيد من خبراتها في هذه الفقرة. حياك الله دكتورة. حياكم الله، كل عافية. هلا يا مرحبا. طبعا اكيد نحن عندنا كثير من الأسئلة عن هذا الموضوع بالذات، وممكن نحن نبدا فيها معك بحكم ان انت مختصة في هذا الموضوع. جميعنا نعرف ان مسؤوليات المرأة تتضاعف ما بين العمل وانها تكون ام ودورها كزوجة ايضا، لكن السؤال الأساسي والأهم في هذا الموضوع، متى يكون العمل ضرورة ومتى ما يكون ضروري؟ رغم أن أنا مختصة ومرأة عاملة، ولكن أنا أعتبر المرأة يعني هي اللي تحدد طبعاً إذا كان عمل ضروري أو غير ضروري، ولكن أنا كمرأة عاملة وأرجع أقول المرأة هي في حد ذاتها بيتها هو رقم واحد، العمل هو رقم اثنين في حياة المرأة. يعني إذا حقيمت أعطيني واحد ولا اثنين، بقول لك واحد بيتها، اثنين عملها. فأنا أعطي من مجال عملي أو مجال خبرتي أقول العمل إذا كان في ضرورة ماسة لوجوده بتلبية حاجات، مساعدة الزوج، مساندة الزوج، احتياجات أولية للعيال بها ونعمة، أكمل الدور، ولكن رقم عملها أو عملها الأساسي هو المنزل. أنا أعتبرها بيتها هو رقم واحد في حياتها، رقم اثنين العمل. في حال أصبح في ضرورة إحنا نحددها كزوجين، هل في ضرورة أم لا؟ الطرفين معا وليس طرف واحد. جميل، أنت حددتي الأولويات دكتورة، لكن خروج المرأة المتزوجة للعمل يعني تحكمها أولويات مثل ما قلتي، شو المقياس عشان نحدد هذه الأولويات، ومن الشخص المسؤول عن تحديد هذه الأولويات؟ هل هي الزوجة
ولا الزوج، ولا منو الشخص المسؤول عن تحديد الأولويات هذه؟ الشخص المسؤول الاثنين، الزوج والزوجة. ما ينفع أقول أن الزوج هو يحدد أن أنت تطلعين للعمل، أو ما ينفع أن الزوجة تقول أنت أنا بطلع للعمل. المفترض الاثنين يتفقون على الخروج إلى العمل بالاتفاق. ما ينفع واحد يكون ضد الآخر، لأن لو صار في اختلاف في الرأي هيصير عندنا مشكلة في الأسرة. فبالتالي الاثنين معا هم يحددون خروجها للعمل. نعم. طبعا أنا بالنسبة لي ما شاء الله نحن بعد ما شاء الله عندنا الشباب بيناقشونا، وعندنا علي ما شاء الله بعد صديق البرنامج بيكون معانا في هذه النقاشات. أنا بروح لك علي في ممكن سؤال. شفنا الدكتورة تقول أن الأولويات تتحدد بين الاثنين، والأولوية الأولى من وجهة نظرة الدكتورة أن زوجة أولويتها بيتها، لكن هل تشوف أن الأكثر قدرة على تحديد هذا الموضوع الزوجة ولا الزوج؟ لا، من وجهة نظري الزوجة هي اللي تحدد، ولكن أنا أريد أعقب على كلام الدكتورة لما قالت لا يجوز. في حال لا يجوز هناك نفي، في حال أن في 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 قرار معين يكون لمصلحة، لهل يكون لمصلحة مشتركة أو لمصلحة لطرف آخر. إذا كانت هناك رغبة للزوجة مثلا أنها تعمل ورفض تام للزوج، من الآخر سيفوز بالموقف؟ هذا السؤال لي أنا. نعم. لأن أنت وصلت لمرحلة أنش نفيتي أن تكون في بدون اتفاق. اوكي، لو كان نسبه معينه للزوجه انها تشتغل، لكن هم ما يريدوا حساب حياتهم الشخصيه تصير مشاكل ولا غيره، لكن الزوجه في الوقت تبغى تشتغل. انت قلت كلمه جدا مهمه وانا سبق اني قلتها لك. نعم. وعراي ان اولويه انها الزوجه هي بيتها، ونسبه 80% ياخذ يمكن عملها او جهدها في مقر العمل. فكيف النفي وكيف الاجازه؟ انا لا انفي ولا اجيز. انا اقول في حال الاتفاق بين الاثنين، أي شيء في الدنيا، أي شيء، أي محور، أي تحدي في الحياة، إذا كان طرفين فيه لابد الطرفين يكونون، إذا كانوا ثلاثة ثلاثة، فبالتالي في زوج وزوجة، إذا هم المسؤولين على هاي النتيجة. ما ينفع أقول أنا كزوجة أقرر عملي وأنا أنت مجبر أن أنت تسمع كلامي وأنا أطلع للعمل. هذا لا يصح. إحنا في النهاية لنا عادات وتقاليد وقيم، احنا نمشي على هذا المبدأ. فالمرأة إذا في حاجة ماسة لخروجها، بالعكس المرأة، على فكرة بقول لكم شيء مهم جدا يمكن كلكم ما تعرفونه، المرأة لو وجدت أن يضعها زوجها ملكة في بيتها هتختار أن تكون ملكة، لن تخرج للعمل. جميل. أقول لكم إياها بكل أريحية عن خبرات في حياتي، المرأة لو وجد الرجل اللي يخليها ملكة على العرش صدقني هتختار هذا ولن تخرج للعمل. ليش؟ خروجها للعمل عبء كبير عليها. لا تقولوا أن هذا التحدي بسيط، لكن حين متطلبات الحياة، أنا الآن أخرج للعمل، كان مفترض أنا أجلس في بيتي، ولكن عندي احتياجات ماسة أن أنا أخرج للعمل، هناك احتياجات، فأنا أعبر عن احتياجاتي بخروج العمل، إحنا بالاتفاق، فكل هناك مكان اتفاق كان فيها تمشي السفينة. لكن صور أنت، أنا وايد أبغى أطلع وأنت رافض، شو يصير؟ يصير عندنا مشاكل زوجية، يصير عندنا مشاكل مع الأبناء، يصير عندنا في أغلب المشاكل الزوجية 90% هو اختلاف في الرأي. نعم. في كل المحاور مش بس في العمل، لأنه ما صار اتفاق. أنت يوم بتتزوج أنت تبغى واحدة تمشي وياك، ما تمشي ضدك، عفوا يعني أنت تبغى واحدة وياك. فالاتفاق من بداية الحياة الزوجية تمشي صح. أنا أعطيكم مثال واضح، ممكن أعطيكم مثال، يعني مثال. أنا اتصلت فيها وحدة، أنا أستقبل استشارة، اتصلت فيها دكتورة جراحة يمكن قلتها قبل على الهواء. الجراحة هذه تزوجت وأول حمل لها، فتسألني دكتورة أنا شو أسوي الآن؟ أنا جراحة وعندي مناوبات ليلية وأنا أول طفل عندي، تشوفين وين يكون موقعي؟ في البيت ولا في العمل؟ سألت سؤال بسيط جدا وأباكم أنتوا تجاوبوني عليه. أنت في أم بديلة لك في البيت؟ قلت لا أنا بس. زين، طب جراحة في بديل؟ ألف جراح وألف جراحة. قالت اختاري أنت الآن أن تكوني وين؟ جميل. إذن اختيار جدا مهم هني، عارف كيف تختار وكيف تحدد. نعم دكتورة، أنا بالنسبة لي بوجه سؤال بعد ما قلتي شيء لموضوع أن المرأة ستختار أنها تكون على عرشها في بيت زوجها ولا أنها تروح تشتغل. أنا بوجه السؤال لموزة. موزة، سمعتي كلام الدكتورة، هل أنت مثلا لو كان زوجك مقتدر جدا أنه يلبي كل احتياجاتك المادية وأنه خلاص ما تحتاجين أنك تروحين تشتغلين عشان تسدين بعض الاحتياجات المادية،
هل بتختارين انك تظلين في البيت؟ انا شخصيا ما راح اختار اني انا اقعد بالبيت، لان انا بالنسبه لي المهنه العمل غير ان مصدر دخل مادي، غير ان استقلال مادي، هو بعد تعبير عن شخصيتي. نعم. وتعبير عن رغبتي اني انا اكون جزء من المجتمع، واني يكون لي دور في المجتمع خارج نطاق المنزل، وما احصر نفسي بالمنزل نفسه. نعم. وعشان نكون بعد واقعيين، يعني واقعيا طبقة معينة قليلة اللي هي تقدر تعيش المرأة كملكة في الوقت الحالي، أما غالب المجتمع وكثير ونسبة كبيرة من المجتمع ينتمون للطبقة المتوسطة، بعض منهم قليل منهم ينتمون لطبقة الدخل المحدود. هذه الطبقتين يعني لا يمكن أن المرأة اللي بتقعد في البيت أنها تعيش كملكة، يعني لا تتوقع هالشيء. فالواحد يكون واقعي، الحياة اليوم محتاجة شراكة بين الزوج والزوجة، مش محتاجين زوج وتابع له. نعم. طيب أنا بحكم أن أنت ما شاء الله عليك الحين بعمر 37 سنة ما شاء الله، وفي مجال الإعلام أيضا، هل تشوفين أن الوقت الحالي يحتم على المرأة العمل والخروج خارج المنزل؟ طبيعي، لأن أسلوب الحياة اليوم اللي نعيشه، الواقع اللي نعيشه يشجع، مثل ما الدولة إنها قاعدة تشجع الجميع على الخروج وممارسة دورهم في عالم المهنة، وشو ما كان المجال، ترى في مجالات كثيرة ومش محصورة فقط في وظائف معينة أو مجالات معينة، خيارات كثيرة موجودة اليوم أسهل عن قبل بوايد. فإذا اختارت المرأة إنها تقعد بالبيت هي حرة، طالما ما في برمجة مسبقة تقول لها إن أنت ملزومة إن أنت تكونين أولاً بالمنزل قبل لا تكونين في مكان آخر. إذا ما فيها البرمجة بيكون اختيارها فعلاً اختيار حقيقي شخصي. نعم، طبعاً بعض الأحيان بعد خلينا نكون واقعيين، يعني المجتمع صار يحتم أن المرأة لازم تطلع أساس تكون نفس ربيعاتها وهي إنسانة متفوقة وسوت شو اسمه، لكن من الممكن خلينا نكون واقعيين أن أحسن إنتاج ممكن تقدم المرأة للمجتمع أبناء صالحين. نكون واقعيين، يعني هذا انا ممكن انا اتكلم من 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 ثامر حاليا، لكن انا بروح اتجه لوضحه. وضحه، انت ما شاء الله عليك يعني اخصائيه نفسيه والان عزبه. نعم. لو تزوجتي ورب العالمين كتب ان شاء الله النصيب الطيب، جاتك زوجك قال لك انا ما باش تشتغلين وادري عنك الشغل وانا اللي تبينه اوفر لك، هل بتمشين معاه وشو بتكون رده فعلك؟ انا مع النقاش والحوار، انا ان شاء الله نقعد ساعات نتناقش انه ليش اطلع. نعم. اذا اقنعت مثلا قال لك انا 1 2 3 4 شو كيف تقنعينه وكيف يقنعك؟ مثلا قال لك انا مثلا شو اللي قاصرك؟ قاصرني 1 2 3 انا بوفره. شو الاشياء اللي حابه تحققينها؟ 1 2 3 طيب انا بساعدك تحققينها. هو مع مش انه كل شيء يقدر يحققه، مش كل شيء احتياجاتي ماديه، ممكن مش ماديه عادي مثلا تسوي لك مشروع بس ان تكونين انت تديرينه من البيت. مثلا طموحاتي اني اكون على رأس عملي كموظفة، هاي كيف بيحقق لي إياها إذا أنا ما سويتها بروحي؟ تمام، يعني هو عطاك اختيار، يا شغل يا زواج، واحدة اثنين، يا تتزوجيني يا أن في النهاية هي تبغي استقلالية. بالضبط، تبغي استقلالية على حساب الزوج. يعني ترى هي الآن في الاثنين هو ردها واضح الآن، هي الآن هي في استقلالية. الآن احنا عندنا انشقاق، موزة تطرقت لها قالت هو ما له حق انه يعني لا الزوج له حق انه يامر جيم، له حق بس مش معناته انه اذا انا اشتغلت معه. ونفس الوقت هي تبغي استقلاليه في موضوع احنا يمكن اتوقع في الواقع حاليا اكثر مشاكل بسبب موضوع الاستقلاليه. انا بصير وليش تكون مشكله اذا المراه تكون حابه تكون مستقله؟ بس الدكتوره كان اضافه انها تكون زوجه، بس الدكتوره قال يعني شيء مقنع اللي هو التفاهم. التفاهم عكس الاستقلاليه، طبيعي جدا. شوف احنا في الوقت في الزمن اللي قالوا عليه، قالت اخت موزة قالت كلمة، يعني ان احنا كمرأة تحب تكون مستقلة، صح فيها الاستقلالية، هي وجودها هي تبغى تحس استقلالية المرأة بشكل كشخص مو مشكلة، هي قيمة بس كربط هي تحس بقيمتها بوجودها، ان هي معززة مكرمة. فمتى تجد هذا؟ اذا وجدت، انا بقول انا اقول لبناتي او خواتي اقول لهم لو ان وجدت هذه الكرامة والقيمة وعزيتها وكرمتها صدقني عمرها ما حتفكر. يعني انا يمكن بناتنا شويه اصغر، احنا يمكن تعلمنا من خبراتنا، شفنا في حياتنا وايد اشياء، يمكن فكرنا تفكيرهم سابقا، لكن
ما بقول لك ان العمل يرفع قيمه الانسان، العمل يسعد الانسان اذا كان مصاحب، لكن لا يرفع قيمه نعم. انسان نعم. لكن يعزز الانسان ويكرمه، هذا هو يعني النهايه. دكتور انا السؤال ما راح اخليه سالت السؤال نعم يا زواج يقول لك هو يا زواج يا ان ما نكمل، يعني تختارين دوامك انا ما بكمل في الزواج، تختارين الزواج تتركين دوامك، شو بتختارين؟ في النهاية بختار شغلة صراحة. تختارين شغلك؟ بختار شغلي. على أنك تتزوجين؟ نعم. حتى لو كانت المواصفات الرجل كانت كلها جيدة إلا أنه معارض الشغل. وطبيعة الإنسان مش كامل يعني، أوكي أنا بتوقع منه يكون تحسب له النقاط الجيدة. نعم. بس في جانب مهم إنه هاي الجانب اللي هي الوظيفة أو الزواج، أنا أشوف مثلاً أقدر أحقق نفسي في الوظيفة، فشو يمنع إنه كبداية زواج إنه أشتغل وفي نفس الوقت زوجة؟ شو اللي يمنع؟ هو ممكن عنده رأي، لكن أنتي اخترتي الشغل. طبعاً صحيح. الشغل. جميل. أنا بروح لعلي، ما شاء الله عليك أنت متزوج ومستقر الحمد لله. الحمد لله. وتبارك الرحمن يعني زوجتك موظفة أيضاً. نعم. هل أنت كنت موافق على دوامها ولا ما كنت موافق؟ والله أنا شوي أفصل يعني فيها، لأن السؤال سؤالك لازم يكون فيه تفصيل يعني. أول شيء يعتمد على البيئة اللي أنا جيت منها. والبيئة اللي أنا ساير لها جميل. يعني يعتمد هل البيئة محافظة أو مقيدة أو بيئة منفتحة أو شمولية، ويختلف على حسب العمر، ويختلف هل أنا لي معرفة وياها سابقة أو ما عندي معرفة وياها سابقة. فطبعا كثقافة إذا أنا محافظ من بيت محافظ، عندنا مثلا احنا نشوف العوائل الإماراتية عاداتنا وتقاليدنا، في ناس محافظين ما يرضون ان بناتهم يشتغلون او يشتغلون في مجال التعليم فقط، ان تكون مدرسة وبين البنات. وفي عوائل عندهم منفتحين ان عادي يشتغلي، ان احنا واثقين في بنتنا ونعرفها ونقدرها وخلها تشتغل، احنا دامنا واثقين فيها شو الخوف انها تشتغل يعني. فهي في حالة العزباء. فاذا انا من بيئة يا هالبيئة يا هالبيئة، فانا يوم بسير اخطب فأشوف أنا شو يناسبني أول شيء، هل أنا مقتنع أن هي تشتغل أو مش مقتنع فيها؟ زي أنا سؤالي لك أنا لأنك أنت هربت عن السؤال. السؤال يقول هل أنت موافق على دوامها، وهل مثلا خلينا نتكلم بشكل واقعي أنت كشخص، أنا أتكلم عن تجربتك الشخصية، هل أثر هذا الشيء على حياتك الزوجية؟ شوف كبداية أني أنا مقتنع من داخلي، أنا مش مقتنع أن الحرمة عندي مثلا الدوام. ليش؟ لان انا اشوف ان في افضليه ان هي تكون في البيت ويا العيال، ما شاء الله انا عندي العيال يعني يحتاجون تربيه كداخليا، بس هالشيء هذا طمع من طمع فيني انا، هي لها حقوقها ان هي تشوف مستقبلها وتشوف حياتها بعد، لان يعني الدوله وفرت كل ما يلزم ان الحرمه تداوم. فانا اي طريقتي انا اقول لها لا لا تشتغلين بدون سبب بس عشان تربين العيال، لا ما عيال وفرون حضانات، حملتي اعطوها اجازات، ما تقدرين تين دوام تشتغلين خلي دوام عن بعد. نعم اشكره صراحه على هالمرونه. مش يا نتيجتي شو السبب اللي يمنعني؟ يمكن كشاب اول يعني في نقطه مهمه، كشاب اول من دعم مره لا انا بمشي كلمتي في البيت وانا بفرد عضلاتي، وهي نفس الشيء تفرد عضلاتها وتبغى في كلامها. فمع العمر سبحان الله الانسان يعني يطخ خلاص يعني، حتى بعد فتره مثلا هي تقول لك انا شو رايك اتم في البيت ابغى اشوف العيال يعني بس، فانت لا الله يخليك تشتغلي لا ابغى اخذ حريتي بعدني يعني ابغى اطلع هاي لو يسي في البيت اعرف اتصالات بتي. فوصلنا لهالمرحله اني انا ابغى تشتغل عشان يعني هي تشتغل تاخذ راحتك اخذ راحتي عشان ما تضغطك ممكن في حياتك اليوميه. تمام انا بروح لجابر الحين. جابر يمكن سؤالي عليك مباشر جدا، هل انت مع ام ضد عمل المراه المتزوجه؟ لأن أنا حسيت من بداية إجابتك الأولية أن أنت ضد، لكن نبقى نتعمق في الموضوع أكثر. لا والله بأمانة يعني أنا مع عمل المرأة صراحة يعني، ولكن ممكن كانت فكرتي أن في بعض النقاط يمكن في توجه خصوصا البنات من الجيل الحالي، أنا أشوفهم متجهين للوظيفة كرفاهية وكاستقلالية، يعني مبدأ الاستقلالية هذا ممكن راح لأبعد من ما هو مطلوب. أنا هذا وجهة نظري يعني، مثل ما تفضلت الدكتورة جزاها الله خير كانت تقول إن رقم واحد الأسرة ورقم اثنين الوظيفة، فأصبح بالنسبة لهم لا الأرقام اختلفت، رقم واحد هي الوظيفة
وهي يعني بكل جهد يعني الجيل الحالي يحاول يكون مستقل ماديا يعني تماما يعني بكل ما أوتيت من قوة تجتهد على هذا الموضوع. وأنا بالنسبة لي بأمانة أنك يعني الشيء الجميل يكون في الوسط، لا المنع الكامل صحيح، ولا كذلك يعني أنك تفتح الموضوع تماما بعد كذلك صحيح. هذا واحد. اثنين، لو نتكلم بعد عن المهن، يعني أنا كان نقطتي ونقاشي عن المهنة نفسها وطبيعة المهن. شفنا بعض الخوات جزاهم الله خير دخلوا في وظائف تحتاج سواء قوة جسدية، تحتاج خلنا نقول الذهاب المسافات بعيدة ممكن. بالضبط، يعني أنا أقصد مش هاي، أنا من وجهة نظري الشخصية أنه مش هذه تقريبا الشيء اللي يعطي المرأة كينونتها، يعطيها احترامها، يعطيها قدرها حتى كمرأة. يعني المرأة كلنا يعني مثل ما يقولون يعني هي دانة ولا هي جوهرة. أنت الوظيفة هاي لها معايير في نهاية المطاف. إذا احنا ريايل بعد ما نقدر ندخل في كل الوظائف، فكذلك المرأة يعني المفروض أنها يكون لها وظائف معينة مناسبة لها. طموحها جميل جدا، يعني طموح المرأة في عدة مجالات، ومثل ما تفضلت كذلك الأخت أن أريد حتى الحكومة تدعم في هذا المجال. ولكن أنا الفكرة اللي هو ما يصير يعني الحرص الداخلي وكأنه تنافس حقيقي ما بين الرجل والمرأة، من يوصل أو من يعني ينجز أكثر وأنا أعلى ولا أنت الأعلى، لا، يكون اللي هو اجتهاد لهدف اللي هو خدمة الدولة. نعم. ثامر، عندي نقطة بداخل وياكم يعني يا الدكتور. لو الاتفاق بين الزوجين أنه هي تشتغل لمشكلة في البيت أو أن الرجل دخله ما يكفي. نعم. نحن عندنا الرجال وقوامون على النساء. نعم. مهما يكون لو اتفقوا أن هي تشتغل، المفروض هو ما يقول لها في راتبها حقها، هي بتدفع حق البيت. لو هو يعني ما عنده امكانيات، هي مو مجبوره حتى تدفع له او تعطيه او تساعده في البيت. هالنقطه وايد نحن نشوف انه مثلا في هالفتره او في هالايام اللي احنا نمر فيها، الرجال او الحريم يتفقون لا نحب نكمل بعض، ويعني انا بشتغل وبساعده في هذا، يوصلون لمرحله بنوا البيت. زين، الحين وصلوا خلافات طلاق، تقول انا دفعت، يقول لا هالبيت باسمي الحين، فتستوي مراحل خلافات. فما اعرف الدكتوره يعني السؤال هنا حتى هل في حلول هالمواضيع اصلا، يعني لان في المحاكم يصرون والمشاكل استئناف وتمييز، يرجعون من قضيه ثانيه وقضيه ثالثه. لا، بسبه البيزات يعني حتى يمكن تكون سبب المشاكل لا العمل ولا شيء، بس ان هي عملت وانا اتفقت وياها انت تساعدين في البيت وانت، ولا يصرون للمحاكم وال حلو. هو السؤال موجه للدكتورة أنه هي بتساعد مثلا الزوج، هي مش مجبورة أنها تساعد الزوج، في النهاية راتبها لها مثل ما قال علي. لكن هل أنت تشوفين أن يعني في شروط معينة للمساعدة هذه؟ نعم، يعني احنا حقيقة دائما نقول، دائما نسوي وعي ثقافي، كوني أنت واعية، أنت ما لك وما عليك، بمعنى الرجل عارف وين حدوده ومسؤولياته، والمرأة عارفة كل حدوده ومسؤولياته. لو المرأة تساعدني الراتب لها بالدرجة الأولى، ما يتدخل في راتبها. هذا احنا نعطيه ثقافة، يس نثقف البنات ان مثلا لو طلعت للعمل انت راتبك انت، ترى عشان تشيل احتياجاتك، في احتياجات اوكي، يمكن الرجل ما يقدر يعطيك اياها، فانت المسؤول عن احتياجات فلبيها بالمعاش، لكن مش مجبرة ان هي تدخل بذاتها الا بالاتفاق مع الزوج، مش مجبرة. مثل ما قلت عندي وايد حالات المرأة كبرت البيت مع الريال، دفعت من بيزاتها، حليلة كانت تدفع الديون إلى آخر، وبعدين في الآخر مع السلام أوت، طلعي. طب من حق من هذا البيت؟ فصير خلافات، عندنا خلافات، نعم موجودة هذه وحقيقة موجودة. طيب كيف نتعامل معها؟ ياسين نوعي يا جماعة، كل ذي حق حقه، أنت لك حقوق وأنت لك حقوق، ووزعوها بطريقة التوازن، في توازن. طيب إحنا قلنا أن المرأة محتاجة أحيانًا تدعم، مثل ما قالت يعني قالوا البنات إن إحنا محتاجين عشان نعلي القيمة. طيب لما أنا أعطي للحرمة قيمتها وخليها تطلع العمل، أنت مجبر بعد تتحمل، أنت طلعتها أوكي، أنت متحمل خروجها، هذا سواء تأخير ساعة العمل، عدم تربية أبنائك، عدم مثلًا احتياجاتك، ففي أمور لابد مثل ما قال، وأنا عيبني كلامي جدًا صراحة، إن التوازن، أتوازن يعني في متوازن بين حج يعني ما ينفع إن أنا
أقول لها طلعي وأنا ما أعطيها حقوقها، ولا ينفع أنت ما تعطيها. يعني في أمور بين الزوجين لابد من ترتيب الأوراق، ترتيب الأشياء عشان ما يصير عندنا مشاكل في المحاكم. أنا لما تجيني واحدة تقول لي مثلاً تسألني تقول لي يقول لي لازم إذا بنتزوج تدفعين الأجار، قلت لا طبعاً مو أقول لها طبعاً ما تدفعين الأجار. أقدر أقول لا نسويها وعي كمؤشرات أن تكون لا وبصوت عالي وبصوت فلا حط حدود من البداية. لو حطينا حدود صدقني كل شيء بيمشي. مشكلتنا إحنا من البداية كل واحد يعطي أجمل ما عنده وفي الآخر تطلع مشاكل وإحنا في غنى. ممكن هاي يعني سامحني بس كان عندي يعني مداخلتين سريعات اللي هي أتوقع هذا من أهم الأسئلة اللي تسأل في بداية العلاقة في مرحلة ما قبل الخطبة أو الخطبة وغيره. أتوقع هاي من أهم الأسئلة لأن ممكن عديتوا هالمراحل كلها ومن بعدها يعني يتواجهون يحاولوا يتجنبوا هالسؤال، فيكون المواجهة في السؤال هذا في مرحلة سواء الملكة أو الزواج ويعني ما يصير فيها اتفاق. فهذا أتوقع نقطة. النقطة الثانية كذلك دكتورة جزاك الله خير، يمكن صار في نقاش بيني وبين صديق لي في مسألة أن المرأة إذا توظفت فراتبها لها هي مش له هو، فقال زين عيل شو استفادت العائلة من الراتب هذا إذا ترجع البيت يعني بتأدي دورها في الأسرة اللي هو دور الأم في تربية الأبناء بدل ما أنها هي تروح 8 ساعات أو غيرها في العمل. فهاي 8 ساعات يعني طلعت من أنها التربية في الأسرة أو غيرها، وكذلك الراتب اللي بي منها ما استفادت من الأسرة. فشو رأيك في هذا السؤال صراحة أو حتى الخوات يعني أو الخو؟ نعم هو عارف أصلاً يوم طلعت العمل إن هذه البيزات مش بيزاتك، يعني أنت مبدئياً أنت طلعنها يعرف على أسس. أنت لما تتعين موظف مو بيوقع العقد ما يشوف 1 2 3 4 اعتبرها وقعت العقد، أنت مالك 1 2 3 4 هذا هي أسس. كل شيء واضح ما في أشياء عليه مشاكل، أي شيء مبهم هنا. يعني تعرفون في البلاد الأجنبية التجربة الآن شو رجعت الحين يعطون الحريم في بيوتهم معاشات، شو رأيكم الآن عرفوا قيمة عمل المرأة في منزلها، أصبحت أعلى قيمة للمرأة في العمل بمنزلها في بيتها. ما في حد يربي هالعيال، من يربيهم يا جماعة؟ يعني خلينا نرجع للأسس، عرفت كيف؟ لأن نتفرع وايد الحين. يعني لما نشوف الدول الأجنبية ترجع أن هي تخصص معاش للأم في بيتها هذا معناته قيمة عالية جدا وأعلى قيمة. فوين إحنا كمسلمين تدرجوا في خلونا نقول في أن المرأة تكون في الوظيفة لأعلى نقطة ومن ثم رجعوا للأساس. بالضبط، لأن شوف في خلل في الأسرة، وجد خلل الولد بروحه البنت بروحه الأم بروحه، طب بعدين وين الأسرة؟ نعم هذا هو اللي صار. يعني هناك مفهوم يقول أن خروج المرأة للعمل والحياة الأسرية ممكن يحقق السعادة الزوجية، شو رأيك في هذا الموضوع وهل هو صحيح أم لا؟ طبعا صحيح، يعني أنا مع إذا كانت في أنا أرجع للنقطة الأولى الاتفاق هيكون في سعادة زوجية أبدية بعد، لأن في اتفاق كل واحد يعطي دور كل واحد يعطي مهام. يعني عندنا زوجين هذا يعطي دوره وهذا يعطي دوره وكل كل من مكمل الآخر، فوين الخلل؟ بالعكس أنا ما أحقق لها رغبتها وأحقق لها رغبتها، التالي إحنا نتساوى يعني نكون عملية متوازنة. أي شيء يعني ما يصير في اتفاق من البداية يصير في خلل. فإذا لما أنا أحقق رغبة مثلا زوجتي إن هي صح عندها بيزات وعندها كذا، لكن العمل يساعدها إن هي تكون إنسانة مثل ما قال أخونا، قال إن خليها تطلع. بالعكس أنا مرات أشوفها تطلع، حين أنا يقول في العمر هذا أبغاها تطلع، لأن العمل يؤدي احتياج كبير جدا نفسيا، تحقق رغبة إن أنت ممكن ما تتوقع إن أنا موجودة في العمل. إحنا كنساء يوم بنعطي في الشغل نعطي بقوة نعطي بإخلاص، فبالتالي أنا محتاج وجود العمل المرأة العمل. لحين لو وجدت في أماكن التعليم وغيره وغيره في التنمية في الأسرة في كذا، من يعمل؟ النساء. لاحظ ما شاء الله معدل النساء الآن عالي جدا في العمل، ولو ما كان موجودين حيصير في خلل في العملية أصلا. فإحنا محتاجين وجود المرأة الآن في العمل، هي يدا بيد مع الرجل الآن، لكن لابد بتوازن وتوازي، توازن وتوازي مش عكس هذا أبد. جميل جدا. طبعا نحن سعدنا بوجودك معنا دكتورة هالة الأبلة، مستشارة نفسية وخبيرة تربوية وأسرية، شكرا لك على تواجدك وعلى هذا النقاش الجميل مع الشباب معنا. طبعا مشاهدينا بنطلع لفاصل بسيط وبإذن الله بنرجع لكم، اتريونا.
عودة لكم من بعد هذا الفاصل مشاهدينا، وما زلنا مكملين وياكم فقرات برنامج جامعة شباب، وهذا الحوار الشيق حول موضوعنا عن عمل المرأة المتزوجة والتحديات اللي تواجهها. كما نرحب بضيفتنا اللي انضمت إلينا، الأستاذة ثويبة علي الكندي، أخصائي إرشاد مهني ومدربة في تنمية الذات وجودة الحياة، اللي بنتعرف على رأيها في هذا الموضوع. وأيضا نرحب بالشباب اللي مشاركين معنا في هذا النقاش. حياك الله أستاذة ثويبة ومرحبا بك. مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. العفو. طبعا أكيد نحن دائما ما ندخل على طول في الأسئلة صراحة، وممكن كنا نتكلم مع الشباب في كثير من الجوانب عن عمل المرأة المتزوجة، لكن ممكن تطرقنا لبعض الأمور السلبية. أنا أبا أعرف منك حاليا شو الإيجابيات من عمل المرأة وخروجها لسوق العمل؟ طبعا خروج المرأة سوق العمل هو مو بشيء جديد، طبعا ممكن على مر التاريخ الواحد يطلع على المرأة العاملة اشتغلت في محافل كثيرة. نعم. فهاي مو بشيء جديد، بس طبعا على الواقع الآن اللي قاعد يصير ان المرأة تخرج فترات طويلة العمل لساعات طويلة، فبعض الأمور الحياتية اللي هي ممكن تتأخر او ممكن يكون في تعقيدات او يكون في تقصير من المرأة، ولكن لها إيجابيات ايضا كثيرة في خروج المرأة للعمل. والسبب الأساسي خروج المرأة لها دوافع كثيرة، منها الدافع النفسي في أنها يكون لها كينونة، يكون لها تقدير ذات، يكون لها واقع بين المجتمع أو بين أسرتها، وأيضا ممكن تكون تساند الرجل يد بيد في موضوع أيضا أن الجانب الاقتصادي. وجود المرأة في محافل أو مجالات مختلفة يتطلب وجود المرأة، يعني كمدرسة كطبيبة في مجالات كثيرة، فهذا جانب إيجابي بالنسبة لنا كنساء، نبغى نشوف نساء نتعامل معهم في قضايانا في مجالات الصحية في مجالات التعليم، هذا جانب إيجابي. أما كمرأة بحد ذاتها المتزوجة اللي لديها أبناء ولديها أسرة، ممكن نقول جانب أني أنا أقدر أواكب العصر، خاصة العصر الحالي، عصر التقدم والانفتاح، فأنا كامرأة أعرف شو قاعد يصير برا البيت، أثقف نفسي وأقدر أني أربي الأجيال اللي عندي الأبناء بطريقة اللي أقدر أنهم أيضاً لما يكبرون يكون لهم بصمة في المجتمع، فخر أن أمهم امرأة موظفة لها دور في نهوض المجتمع. ما أدري إذا أنت تبغى أعطي تفاصيل معينة في مجالات معينة ولا. أنا الحين بروح لك للسؤال من خلال إجابتك صراحة. أنت ذكرتي إن بعد ساعات العمل والأمور هذه، هل هذه ساعات العمل اللي تشوفينها ممكن تأثر أيضا على بناء أسرة سليمة؟ أنا صحيح معك في هذا النقطة، في كثير من المواقف أو المواضيع اللي أسمعها حاليا أن في تفكك أسري بسبب المرأة العاملة. ممكن بحكم من وجهة نظري أنا كامرأة عاملة ولدي أبناء ولدي أسرة، أجد أن أنا يعني الشخص الأساسي في أني أنا أقدر أني أوازن وأقدر أني أنا مثل ما أقول أواجه التحديات اللي أنا أواجهها. ما بقول لك أنا ما أواجه تحديات، ولكن بذكاء المرأة العاملة بالموازنة، حسن إدارة الوقت، تحديد أولوياتها، تحديد جدولها اليومي، متى أعطي لأبنائي، متى أقعد معاهم أجابلهم، متى أخلص أمور البيت، أبحث عن الدعم اللي هو بما شابه العاملة، ولكن ما نعطيها الخيط والمخيط 100% هذه عيالك، لا، فترة وجودي أنا ودخول المنزل خلاص دورك انتهى. نعم. أنا الحين مع أبنائي، مع أسرتي، مع أبو العيال، لكل واحد حقه، فأنت كذكاء من المرأة نفسها تعرف تحدد شو هي أولوياتها، شو هي الأشياء المهمة اللي هي لازم تسويها وتقدمها عن الأشياء الثانية بغض النظر شو من المستوى المعيشة اللي هي عاشته. نعم. أحيانا يقول لك أنت لا تشتغل وأنت يعني مريلك معيشة أنك عيشة يعني رغيدة، عيشة. نعم. زينة يعني. هو يعني أنا تعلمت، أنا درست، أنا كديت، أنا أبى أعطي، أبى أوظف العلم اللي أنا وأنشره
وأساعد غيري في أنهم أيضا يتكاتفون في نهوض الدولة. جميل جدا. طبعا أنا رأيك ما شاء الله تبارك الرحمن جدا جميل، لكن أنا بوجه سؤال لعلي. علي، سمعنا رأي الأستاذة ثويبة في هذا الموضوع، أنت شو رأيك في هذه الإجابة عن الإيجابيات وأيضا عن تأثير عمل المرأة؟ يعني أنا ما زلت أقول أن دور المرأة الأساسي مقتصر على تربية الأبناء، ولكن ما نكون ضد الواقع في الوقت الحالي، أنها لها أحقية أنها تعمل سواء في وظيفة أو في مشروع خاص أو غيره. ولكن أنا مع مقولة أن إذا صلحت الأم صلح المجتمع، أنها عليها واجبات، عليها متطلبات، أنها تبني مجتمع معين. المجتمع هذا ما راح ينبني إلا بالتفرغ التام والكامل لهذول الأبناء. أما إذا جينا على الجانب الثاني اللي هو الجانب العملي والواقع، أن اليوم المرأة هي مساندة في العمل الحكومي أو حتى في المشاريع الخاصة، طبعا هناك إيجابيات كبيرة اللي هي موضوع التوازن في مجال العمل خاصة مع في دولة الإمارات. هناك في مؤشرات تنموية في أن تكون اليوم المرأة لها دور كبير جدا في أنها اليوم تمارس كافة الأعمال الإنتاجية. إذا جينا على الموضوع السلبي، ربما هذا يكون أيضا جزء خاص كيف تتحكم المرأة بوقتها نفسها. نعم، الوقت هو الشيء الأساسي اللي يجب أن تعطيه هذه المرأة، سواء إذا كانت هناك في استقلالية في موضوع العمل، كيف اليوم هي تمارس كافة الأدوات الصحيحة، توزع المهام الخاصة. نحن اليوم في الشيء الأساسي في مجتمعنا هم الأبناء والمحافظة على الأسرة، هذا الكيان الخاص اللي أصلاً دولة الإمارات قائمة عليه. جميل جدا. طبعا أكيد الأسرة ممكن أولوية في المجتمع وأيضا أولوية في توجهات الحكومة بشكل عام، لكن أنا ممكن أروح لك دكتورة أو أستاذة ثويبة، إيش كثر يساهم عمل المرأة بتقدير تعب زوجها والمسؤوليات، وتكون مدركة لهذه الأمور وتقدر تعبه، وأيضا تبعد عن بعض المشاكل اللي ممكن تكون سطحية بسبب فراغها في حال كانت امرأة غير عاملة. ايضا نحن يعني ممكن نواجه مشكله قالها اخوي علي الحمادي، قال ان كثير من الشباب يقول لك اباها تطلع عشان ما تظل تتصل لي وينك شو مسوي مدري ايش، فيكون عندها فراغ اكثر. فانت شو رايك في هذا الموضوع؟ هو شطر من الـ من الـ من الـ الكلام اللي قلته. فعلا انا مقتنعه فيه ان ممكن خروج المراه يخفف شعور الرجل بالضغط النفسي، ان وين رحت ونيت، على الاقل هي برا البيت ما راح تسأل عني. ولكن ايضا في نفس الوقت ما معناته ان المراه خرجت للعمل اني انا اخذ راحتي، مثلا كرجل او حتى كمراه. كل واحد يعرف شو هي مسؤولياته، يعرف شو هي التزاماته، شو هي الأشياء مهامات اللي عليه اللي لازم يقضيها ويخلصها. مثلاً الرجال يسوي مقاضي البيت ما يقصر، يودي العيال مثلاً العيادات whatsoever، والمرأة أيضاً شغل البيت وتنظيف البيت وإدارة البيت بشكل عام، أنها ما تطلع وتخلي اللي وراها خلاص قائمة القيامة في البيت. ولكن أيضاً أنتوا أثرتوا نقطة أن مساندة الرجل أو استشعار المرأة بتعب الرجل، لأن المرأة دائماً تسمعون أن هي دائماً تبى بيزات، عطني بيزات، عطني أبو الشرف، فما ما تحس، يقولون أن هي ما تحس أن الرجل ياب هالبيزات بتعب عرق جبينه. فبالتالي لما هي يكون عندها مدخول وتحس التعب اللي هي تعبتها خلال الفترة الفلانية من الفجر، هي طالعة وظاهرة أو شيء مقضية العيال مودتهم المدرسة ومقضية لهم ريوقهم whatsoever، وبعدين عاد تصير الدوام وترجع تجابل المطبخ عشان الغداء، ففعليا هي تحس بهذا التعب، تعب الرجل اللي هو خرج وتعب. ولكن مساندة المرأة في هذا الموضوع وخروج الرجل وخروجه هي للعمل لازم يكون باتفاق وبموافقة الزوجين مع بعض، يعني يكون في حديث ودي، أنا بسوي هالأشياء وأنت بتسوي هالأشياء، يكون في خلاص كل واحد عارف شو شغلته، ما حد يقصر.
ومن ناحية البناء الأسرة، من ناحية العيال أيضا مقاضيهم، ما نقول خلاص الحين الحرمة اشتغلت معناته أن العيال لازم يحصلون كل اللي يبونه. كثير من الأسر اللي نشوفها تفككت أو صارت العيال عندهم شو يسمونه بالإنجليزي high demanding، متطلبات كثيرة، لأن يشوفوا خلاص كل شيء يتم توفيرها لهم. فالحرمة تستنزف في هذه اللحظة، تحس أني أنا أوكي أنا اشتغلت طلعت أساند ريلي، ولكن هنا استنزف نفسيا، ما عندها طاقة يعني أن هي تعطي من ناحية الاحتواء، من ناحية أني أعطي عشان المجال أني أساند ريلي أو أني أساند أبنائي، أعطيهم احتياجاتهم وألبي طلباتهم. جميل أستاذة ثويبة، طبعا أنا إجابتك جدا جميلة، لكن أنا بتوجه الموزة في موضوع نحن تكلمنا ممكن مع وضحة ومعاك، أن صعب أنك تتركين الوظيفة عشان زوجك، أنه إذا قالت يا هذا يا هذا، لكن إذا شفتي أن وظيفتك تأثر على تربية عيالك، هل من الممكن أنك تتخلين عن الوظيفة ولا بتتخلين عن عيالك؟ هنا هذا السؤال أنا بالنسبة لي مفصلي. بالنسبة لي نعم، وجهة نظري الشخصية أن مسؤولية العيال مسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة، يعني هي الأم وفي أب موجود في الموضوع. غير شيء مجتمعنا بعد يعني مش مجتمع مثلا هاي الأسرة يعني مثلا أب وأم وعيال وانتهى الموضوع، ترى يعني الخالات يلعبون دور، اليدات يلعبون دور، اليدود يعني الأصدقاء، يعني في كثير ناس ممكن يلعبون دور. المربية الحين يعني في اتجاه للمربية، في حضانات، في كثير خيارات موجودة عساس ما تكون المسؤولية كلها بس على الأم وعلى الزوجة، إن في أشخاص ثانيين قاعدين يلعبون دور في تنشئة هالأطفال وتربيتهم. فهني ما بتحس بهالضغط، بس إذا يعني تركنا الضغط كله عليها، أنا أحس إن هني ظلم، إن كل شيء يكون على عاتق المرأة. جميل، طبعا أنا ممكن بعد أروح لسؤال ثاني. نحن في النهاية المربية ولا الخالة ما راح تعوض مكان الأم. لو شفنا مثلا العيال في شيء عندهم مشكلة تربوية لا تحل مثلا في أني أنا أسلمهم للجدة ولا للخالة ولا غيرها، فهذه وظيفة الأب والأم. فأنا مثلا هل بتطلبين من زوجك يستغيل من وظيفته ويروح يشوف العيال وأنت تكملين في وظيفتك؟ هنا سؤال ممكن الكل يسأله، يعني لازم الإجابة تكون في هذا الموضوع بمصداقية كبيرة. أنت الحين يمكن مش أم، لكن يوم تشوفين عيالك جالسين يواجهون المشكلة، هل أنت ممكن تتخلين عن الوظيفة ولا لا؟ طيب وقتها برد، يعني برد بشوف الوقائع على الأرض. إنزين، هل صدق وصلنا لمرحلة أن الموضوع يتطلب الاستقالة؟ هل ممكن أشوف حل آخر، تغيير المجال الوظيفي هذا، تقليل ساعات العمل، أشوف لي شيء ثاني مناسب، شيء بديل، بس مو بشيء يخليني أقعد بالبيت وأتفرغ تماما للأطفال؟ لأن أنا ما يعني أنا بتكلم عني، أنا موزة مستحيل أفرغ نفسي تماما للمنزل. بس عفوا موزة، تربية الأبناء أعظم مهمة للأم. لا تربية يعني الأبناء، خلينا نتفق نكون واقعيين، ما يعادلها لا وظيفة ولا يعادلها أي مشروع خاص. أنت اليوم مسؤولة عن إنشاء جيل، هذا الجيل راح ينتج أجيال، لا أحد يقول إنه في تعويض عن هذه المهمة أو عن هذا العمل. أنا ما أتكلم عن تعويض، لكن لا، أنت قلتي نفكر إن نشوف بعد ما زلت مترددة. أنت الفكرة إنش أنت إلى الآن ما مقتنعة إنش فقط إنش مهمتش إني في الحياة إني بس أربي الأبناء، لأن أنا مش مقتنعة إن هذا هو دوري الوحيد في الحياة. أنا إنسان في النهاية موجود في الأرض، كفرد أسعى في الحياة. أنا وجهة نظري المرأة دوري مش محصور فقط إني أنا أكون أم. هو صحيح. بتكلم نعم. بتكلم في شيء، خلنا واقعيين، في ظروف كثيرة في الحياة، إحنا مجتمعاتنا ترفض حقيقة موجودة على الأرض كانت ولا زالت وبتكون موجودة، إن في ناس ما راح يتزوجون بتاتاً حتى لو كانوا يبون، الله ما كاتب لهم يتزوجون، وفي ناس الله مو بكاتب لهم يبون عيال حتى لو سعوا حق هالشيء. إحنا نتجاهل وجود هذه الفئة وكأنها غير موجودة، ونردد دائماً دور الأم والأب وكأنه يعني ما في أفراد غير متزوجين وما راح يتزوجون.
في ناس بقرارهم وخيارهم، وفي ناس ظروفهم ما سمحت بهالشيء. احنا دائما نتجاهل هالشيء. انا بالنسبة لي لازم نفكر حتى بالأقليات اللي نشوفها مثلا نسبة قليلة، نشوفهم هذيل minorities يمكن ما له داعي ندير بالنا على رأيهم، لا لازم ندير بالنا عليهم. هو النقطة أنا ممكن أسألك فيها، يعني نحن بشكل عام أنت تقولين أن في ناس ممكن ما يتزوجون، فهذيلي إني ما راح يكون ينطبق عليهم سيناريو السؤال أنه هو أصلاً ما راح يكون عنده عيال وما راح يواجه المشكلة. فأنا قلت لو صارت المشكلة، أنا برجع لك في هذا الموضوع بشكل أكبر، لكن أنا بروح الوضحة. بالنسبة لموضوع الأبناء، هل تشوفين تربية الأبناء في فترتنا الحالية وأن المرأة تتفرغ تماماً لأنها تربي أبنائها شيء معيب للمرأة في فترة كل البنات حاليا ناجحات في أعمالهم، اللي مديرة واللي وصلت منصب واللي سوت؟ هل تشوفين أن كونها مرأة أم جالسة تكون أسرة وتكون عيال وربيعاتها مثلا ناجحات وعندهم مناصبهم ومتكرمات في محافل وما أمور هاي، كيف التوازن؟ أنت هل تشوفينها معيبة أن تكون أم في هذا الموضوع؟ إطلاقاً، لأن أنا يعني مثال تقول لي كأمهات، أنا أحط أمي قبل هاي الأمهات. أمي ربت منزل الحمد لله، بيعطيها العافية رب، الحمد لله ما قصرت، ومش معيب ومش عيب أقول أمي ربت منزل، ربت أبناء، طلعت جيل، ربت، سهرت، تعبت، وهاي بعد وظيفة مش هينة، يمكن أصعب من أنها تكون على رأس عمل، هاي أصعب، مش إن طفل واحد كذا طفل. فأنا ما أشوفها إطلاقاً مش معيبة، بالعكس تشرفها وتميزها وتعزها وترزها وتخليها قدام حتى، مش معيبة. جميل جداً. طبعاً تبارك الرحمن، أنا ما اكتفيت من إجاباتكم وآرائكم ومواقفكم اللي الحلوة صراحةً، لكن أرسلنا كاميرا البرنامج للشارع وسألنا الناس هل يفضلون عمل المرأة المتزوجة أم يفضلون أنها تقعد جاب العيالها. خلونا نشوف شو كانت ردودها ونرجع لكم. طبعا معه، يعني في ناس، يعني في شباب مثلا في هذا الاجيال الجديده في ناس ما يرضى يبقى مثلا الزوجه تربي الاطفال وتكون مسؤوله عن البيت وتكون موجوده في البيت، وفي ناس لا يبغى يشوف زوجته سند له في المستقبل، يعني تكون معاه وتساعده وتسانده في كل الامور. اذا حصلت وظيفه توظف ليش ذا؟ ما اقول لك لا، بس انا برايي انا اقول لك ضد. لا انا مش ضد ان فكره المراه تعمل، لا بالعكس تعمل، وهي ما شاء الله طموحة وتحب، لو ما إن هي شافت الزوج إنه مش إنه قادر أو شيء فتساعده بهالموضوع هذا. نساعدها، نقوم بواجبها، نشوف هي شو تحتاج ما تحتاج، نسمع كلامها وكذا، يعني اللي هي تحتاج إحنا نسوي، بالعكس ليش لا؟ في حضانات الحين تدير الأطفال، فالزوجة تكون يعني يكون فكرها شوي مرتاح، يعني تروم تسير العمل وهي مرتاحة مطمنة على أطفال الصغار. طبعا اكيد شفنا راي الشارع وشفنا الناس شو قالوا على هالموضوع هذا. انا بروح لجابر كرجل، يعني في ناس مع المراه تطلع وفي ناس تقول لا، كيف تساعد المراه المتزوجه لزوجها بحكم انها عامله؟ كيف تساعدك في حياتك؟ والله بأمانة يمكن النقاش كان عن هذه المساله من بدايه النقاش يعني والحوار. بأمانة أنا كان عندي يعني استطراد نوعا ما في هذه المسألة، يعني نحن إذا نرجع لأساسيات وواجب، إذا نرجع للأدوار الرئيسية في الحياة الزوجية مثل ما تفضل أخوي علي، من عليه دور الرعاية والتربية ومن عليه دور اللي هو الصرف وتلبية الاحتياجات، نعم للأسرة. فهذا أكيد بالنسبة لنا واضح أن الرجل له تلبية الاحتياجات والزوجة بيكون لها مسألة اللي هو التربية، فهذه إذا نتكلم عن الأساسيات. لا ننسى الحين الظروف ممكن سحبتنا لأشياء ثانية، وأصبح فيه دور المرأة لابد أنها تكون كذلك في سوق العمل، مثل ما أرجع لنقطتي اللي هو في اختصاصات معينة في وظائف معينة، وأصبح العمل تشاركي الحين ما بين الرجال والمرأة في مسألة التربية. ولكن إذا نقول شو قيمة أو شو الفوائد من عمل المرأة في
في سوق العمل. فنتوقع في البداية اللي هي مسألة الجد اللي تشوفهم طلعوا تماما من سوق العمل، تحس أن العقلية أو الإدراك للواقع الحالي حتى في مسألة تربية الأبناء قد توقف لمرحلة معينة، ولكن اللي تكون موجودة في سوق العمل هي قاعدة تطلع على أحدث الأشياء، قاعدة تشوف كذلك بعض التحديات اللي موجودة، تسمع من زملاء العمل، زميلات العمل، هذه صار عندها مشكلة مع ولدها بالطريقة الفلانية، هذه يعني حلت الموضوع هذا بالطريقة الفلانية. فأتوقع أنها تكون مواكبة لشو هو التطور اللي قاعد يصير، حتى كذلك شو تحديات الأبناء الجديدة. الجيل الحالي أتوقع تربيته جدا أصعب ويعني أكثر صعوبة من تربية اللي هو مثال جيلنا أو الجيل اللي بعدنا. فأتوقع ممكن يعني بشكل سريع ومختصر اللي هو ممكن هذه الإضافة اللي تقدمها. جميل جدا. علي الحمادي، طبعا أنا ممكن أتوجه لك بسؤال. أنا قلت كيف أن تساعد المرأة، لكن الحين أنا بروح لك أنت كزوج، كيف تساعد زوجتك في حياتها العملية، وكيف تكون أنت سند مش مثل ما نقول حمل عليها؟ والله هي شغلة بسيطة، بس تفاهم. إذا في تفاهم الأمور كلها تنحل. ما في تفاهم وما في تعصب، كل واحدة برأيه، مستحيل لو شو ما تسوي لو توصل للسماء ما المشكلة ما بتنحل. في تفاهم. الحرمة مثلا تقول أنا مشغولة في الدوام اليوم، أقول خلاص أنا برجع البيت من وقت، أنا بمر صغاري المدرسة بأخذهم قبل احتفاليات المدارس، نوزع الدور، يوم أنا أسير يوم هي تسير. يعني هي لغة تفاهم في النهاية، مهما نقول أو مهما نتكلم هي لغة تفاهم بين الشخصين. فدائما اللي مقبلين حال زوجية دائما يقولوا لهم لازم يكون في بينهم حديث، لغة تفاهم، يعطون فترة الملكة عشان هم يتفاهمون. يعني حتى لو لغة العمل، لو في العمل أو غيره، حتى في تربية العيال أو أغراض البيت. يعني مثلاً أنا صح، أنا كرجل مفروض أني أنا أسي مثلاً أشتري أغراض الجمعية، طلعت لي طلعة أو طلعت لي شيء أكلمها بتصير الجمعية، أوكي بسير ما في مشكلة، تفاهم، خلصنا الموضوع. أما إذا أنا بتعصب لا أنا مو بشغلي هذا، وهي بتقول لا أنا مو بشغلي هذا، ولا هذا أصلاً الحياة ما بتستمر. يعني في البداية في تعصب، وشوي شوي الإنسان يبدأ يفهم. أنا يمكن مجال خبرتي في المحاكم كان 7 سنين محكمة الأسرة، محكمة الأحوال الشخصية، ومرت علينا قضايا مثل هذه. فالواحد يعني يستوعب في العمر، العمر وايد مهم. يعني حتى ثقافة الحين شباب عندنا السوشيال ميديا، يشوف كل شيء في السوشيال ميديا، الأشياء في السوشيال ميديا أصلاً تعطيك تنعكس. حتى لو يشوف مثلاً الدكتورة الفلانية طلعت وتتكلم حقوق المرأة وحقوق المرأة والعمل والعمل والعمل، أخشي أنت ترجع وراء خلف الستار يشوف هي عندها مشاكل مع رجلها وعندها عيالها مخدرات ومطلقة وقضايا في المحكمة وقضايا مالية، فهي مدمر حياتها، فتبقى تدمر حياة الناس. فالإنسان لازم دائماً هو وزوجته يصنع طاولة واحدة ولغة تفاهم بس. أنا أبغي أزيد على كلام أخوي علي وأكد على الموضوع هذا. من فترة ظهرت علينا بعض الشخصيات المعروفة على السوشيال ميديا وهي يعني دكتورة في التنمية البشرية وإلى آخره، فغابت فترة من الفترات، فالناس سألت وين غابت. فبعد فترة معينة رجعت، فطلعت في مقطع فيديو تتكلم تقول، طبعا الشخص هذا كان في قمة الإيجابية، ويعني اللي يتابع يقول هذا لا عنده مشاكل أسرية ولا مثلا، لكن من خلال المقطع البسيط هذا قالت نحن بشر، تحصل لنا مشاكل، تحصل لنا ظروف، نقع في أشياء سلبية وأخطاء ونمر في أزمات. هني اختلف الوضع، مثل ما قال اختلف، الناس كانت تشوف شيء والواقع الحقيقي شيء ثاني. والمشكلة وجود الفئة هذه اللي تناشد المرأة أنها تأخذ حقوقها وأن تتمرد هي ممكن وتتمرد، وعلى أتفه الأسباب مثل ما تفضل الأخ أن في تحدث طلاقات أو مشاكل لأسباب جدا تافهة، عدم وجود التفاهم هني رأس المشكلة. لازم يكون في تفاهم بين الزوجين، لازم يكون في يعني تنازل وتضحية ومساعدة. يعني مثل ما تفضل إذا أنا اليوم ما أقدر أسوي هالشيء هي تقدر تسوي عني، إذا هي ما تقدر تسوي هالشيء مثلا تودي العيال المدرسة أو تحضر فعاليات هو يسوي هالشيء. لازم يكون في اتزان من هالنقطة، وأنا قلتها من قبل بداية الجلسة الحلقة أنه يكون عندك أولوياتك وعندك التزاماتك وعندك مهاماتك، تعرضها على الطاولة أنت والطرف الآخر وتشوفه إيش ممكن، مثل الشطرنج تحرك هذا تحرك هذا لين ما يكون في
يعني توازن وتمشي وتفاهم الحياة. جميل. الأستاذة ثويبة علي الكندي، كل الشكر لك على تواجدك، طبعا أخصائية إرشاد مهني ومدربة في تنمية الذات وجودة الحياة، وجودك كان إضافة في هذه الفقرة، وأيضا استفدنا بشكل كبير من وجودك. طبعا مشاهدينا، بعيدا عن الآراء والتجارب الشخصية، في يمع الشباب دائما راح تكون الدراسات العالمية أو المحلية اللي أجرتها دولتنا الحبيبة عن مواضيع حلقتنا هي الفيصل. خلونا نشوف شو تقول الدراسات العلمية اللي اختارها لنا الإعداد حول موضوع عمل المرأة المتزوجة، نتابع مع بعض. كشفت دراسة بحثية نشرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017 أن معظم النساء يدخلن أماكن العمل ولديهن مستويات الطموح التي لدى الرجال من حيث الرغبة في تولي المناصب القيادية أو الحصول على الترقيات، مشددة على أن زواج المرأة العاملة وإنجابها لا يجعلانها أقل طموحا. ونفت الدراسة نظرية ثابتة في علم التوظيف تفيد بأن النساء أقل طموحا من الرجال لكونهن يضعن أهدافا أقل من الأهداف الوظيفية لهم ترتبط بالعمر والأمومة، ومن ثم فهن يفقدن الوظائف الراقية في المؤسسات ليس بسبب عدم قدرتهن على أدائها أو عدم توافر الفرص، ولكن لأنهن لا يريدنها فعلا. وقالت الدراسة إن الولادة لا تؤثر إطلاقا في رغبة النساء في القيادة، حيث إنه مع مرور الوقت تتطابق تقريبا مستويات طموح النساء اللواتي لديهن أطفال واللواتي ليست لديهن أطفال. وأشارت الدراسة إلى أن مستويات طموح النساء تتفاوت، وذلك بحسب مؤسسات العمل وحسب الحالة الاجتماعية للموظفات. شاهدنا هذه الدراسات المرتبطة بموضوعنا اليوم حول ما يفضل الأفراد، وآراء متباينة حول عمل المرأة المتزوجة، وبنشوف آراءكم حول هذه الدراسات وبعضها، وأكيد بوجه لكم الأسئلة خلال هذه الفقرات الموجودة. طبعا كشفت دراسة بحثية نشرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن معظم النساء يدخلن أماكن العمل ولديهن مستويات الطموح التي لدى الرجال من حيث الرغبة في تولي المناصب القيادية أو الحصول على ترقيات، مشددة على أن زواج المرأة العاملة وإنجابها لا يجعلانها أقل طموحا. شو رأيكم في هذا الموضوع؟ طبعا ممكن أتجه للبنات أول شيء، شو رأيكم في هذا الموضوع بحكم أنه يمكن الدراسة مخصصة للبنات؟ هل من ممكن الإنجاب يخفف طموحات المرأة ولا ممكن يزيدها؟ احنا الحين عندنا أمثلة كثيرة في الإمارات قيادية وزاريا حتى، نعم، وقبل لا يكونوا هاي ماسكين مناصب هم في النهاية شو؟ أم. نعم. يعني ما يمنعها تكون، ما أشوف أنه يمنع أو عائق، بالعكس هاي ساهم منها تكون ناجحة. جميل جدا. شو رأيك في الموضوع هذا موزة؟ في هالموضوع بتكلم عن تجارب اللي حولي، نساء المنجبات واللي هم يعملون في نفس الوقت، أشوف أنهم يواجهون تحديات وعندهم مخاوف تجاه أطفالهم وتربيتهم، بنفس الوقت ما أشوف أنه طموحهم قل، أو يمكن يعتمد على شخصية البنت نفسها. معظم اللي أنا أشوفهم حولي عندهم الرغبة في الترقي وعندهم طموحات معينة في الجانب المهني والوظيفي. كذلك بشكل عام النصيحة اللي وايد سمعتها من أغلب المتزوجات المنجبات أن حتى لو تركوا الوظيفة لفترة معينة وكانوا مثلاً يفكرون أن بهذه الفترة ظروف معينة كانوا بعيدين عن العالم المهني، النصيحة كانت أن متى ما كانت الفرصة ترجعين ارجعي للعالم المهني. هذه التجارب اللي كانت حوالي الصراحة. نعم. طبعاً أنا بتجه للدراسة الثانية، حيث كشف استطلاع الرأي بأحد دول الشرق الأوسط عن تأييد 87.5% من الشباب المشمولين بالاستطلاع عمل زوجة المستقبل، في مقابل 12.5% لم يوافقوا على عملها، بينما رأى 52.8% أن مساهمة الزوجة في ميزانية المنزل ضرورية، مقابل 47.2% اعتبروها غير ضرورية. أنا بروح لك علي، أنت مع منو من هذه الدراسة، ومين اللي تشوفه يعني يواكب ولا يتوائم مع فكرك أنت؟ طبعا أنت ذكرت دراستين مهمة، خلينا نركز على اثنين منهم اللي هو 87%،
تقبل عمل الزوجة. الدراسة الثانية اللي هي 52% أنه ضروري تشارك في ميزانية التنمية، ضروري المشاركة. نعم. إذا بني بنسبة 87% أتوقع إحنا ككتاب أو إعلاميين نأخذها من منظور تحليلي بحت، أن دليل على أنه اليوم الرجل يحتاج إلى المرأة العاملة لفكرة ما مربوطة بالدراسة الأخرى اللي هي 52% أنه موضوع الموازنة في الحياة الاجتماعية. لذلك مثل ما ذكرت الأخت موزة سابقاً أنه في سقف معين من 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 المعيشة أصبح الآن يحتاج كلا الطرفين يكون مساهم في مساعدة في الحياة الاجتماعية. ذلك يكون الرجل داعم للمرأة والمرأة داعمة. النسبة الكبيرة من 87% هذا يدل على اليوم أن الرجل يبحث عن المرأة العاملة اللي تساعده. نعم. في بعض الأمور الحياتية. طبعا نروح للدراسة الثالثة اللي أكدت هذه الدراسة الاجتماعية والنفسية الحديثة صادرة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة في جمهورية مصر العربية، أن نجاح المرأة العاملة في الحياة مع تمتعها بصحة أفضل يرجع عادة إلى كونها أكثر وعيا وحرصا على تثقيف نفسها فيما يتعلق بصحتها وسلامة أسرتها، بالإضافة إلى رغبتها في أن يفتخر بها زوجها وأولادها. هذا الشعور يجعلها في حالة دائمة من النشاط والحيوية والرغبة الدائمة في العطاء. بتوجه لك جابر، شو رأيك في هذا الكلام؟ هل إن صدق ممكن هذا الشعور اللي يخليها دافع أن تدخل في هذا المجال؟ نعم بالتأكيد، يعني أنا أتوقع أن المرأة يعني مثل ما تفضل وردي الخوات في الطرح وكذلك الدكتورة جزاها الله خير، المرأة عندها الجانب هذا اللي هو جانب حب الإنجاز، حب الظهور سواء على المستوى المجتمعي أو كذلك اللي هو إنه يفتخرون فيها أسرتها سواء من الأبناء أو غيره، وكذلك مسألة الإلمام وأن يكون مطلعين على شو الحاصل في العالم حاليا الخارجي. فأتوقع نعم الوظيفة هي باب مهم أن يعني أو هذا جانب إيجابي بالنسبة للمرأة أو بتستفيد منها المرأة. جميل جدا. طبعا مشاهدينا حلقتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل قصة ملهمة راح تعلمنا الكثير عن النجاح الوظيفي والأسري، خلكم ويانا. يا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وما زلنا مكملين هذا الحوار الشيق حول موضوع حلقتنا لليوم، عمل المرأة المتزوجة والتحديات اللي تواجهها في هذه اليمعة الشبابية، وبرنامجكم يمعة شباب. ونحن حريصين كل الحرص أن نستعرض خلال هذا البرنامج مختلف الآراء حول أهم القضايا والموضوعات المحلية. المرأة الإماراتية رمز للثبات والطموح ومواجهة التحديات، فهي قادرة على أن تؤدي أكثر من مهمة وتنجز أكثر من عمل بآن واحد في سبيل خدمة وطنها. شعارها النجاح دائما وأبدا. قصتنا الملهمة اليوم نتحدث عن نموذج نسائي استثنائي، فهي أم معطاءة وزوجة محبة وموظفة ناجحة، واستطاعت أن توفق ما بين وظيفتها ودورها تجاه أسرتها. خلونا نرحب في يمعة شباب بالأستاذة فاخرة عبد الله بن داغر، المراقب الإعلامي والمتحدث الرسمي في دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، ونائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، والمدير التنفيذي للإعلام والاتصال والمدير التنفيذي للسعادة والإيجابية ومنسق العلاقات الدبلوماسية في الجمعية. مساك الله بالخير وحياك الله. أهلا وسهلا، مساء النور. يا مرحبا بك. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن أنت نموذج جدا جميل وأم لأبناء، وما شاء الله تبارك الرحمن عندك أحفاد، ولتش ما شاء الله تبارك الرحمن إنجازات جدا جميلة في عملك، فتعتبرين صراحة رمز وقصة ملهمة تستاهل أن نستعرضها لشبابنا اليوم، وتكونين يعني خلينا نقول مصباح من نور يتوجهون من خلاله لأفضل حياة. وطبعا أكيد التحديات كثيرة، ولكن كيف قدرتي تواجهين هذه التحديات وتوازنين حياتك وتنجحين في كل هالمجالات؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شكرا على هذه الاستضافة وشكرا على هذا الإطراب أمانة. أنا يمكن وصلت إلى مرحلة لما يسألوني سؤال أقولهم أنا ما أعرف شو أختار من السي في ما شاء الله، لكن وصلت إلى مرحلة وقناعة أن ممكن أقول أنا خلينا نقول فتاة إمارات أو امرأة إماراتية أتاحت لي دولة الإمارات الفرصة. يمكن هذه النقطة اللي بديت فيها لما بدأت أنطلق في الحياة تقريبا يمكن في سنة 2007 و2008 هو البداية اللي بديت فيها أن أدخل في سوق العمل.
طبعا انا من النساء الصراحه اليوم ان المراه مكانها البيت، بس مش معنى مكان البيت اجباري، ولكن لان فطرتها جبلت انها تكون في البيت، الحنان والعاطفه، تربيه الابناء وغيرها. ولكن ظروف الحياه هي اللي تجعل الانسان انه ياخذ هذه الخطوه يدخل في سوق العمل. وفعلا على سنه 2007 2008 كان اول قراري ادخل سوق العمل، لان البدايه كان هدف الاستقرار الاسري والمادي. معروف ان متطلبات الحياه بين فتره وفتره تتغير، يعني احنا بنتكلم عن سنوات اهلنا مثال، يمكن المراه غير مطالبه باشياء اكثر من غير العنايه في البيت، الخياطه وغيرها. بعدها لما انتقلنا لمرحله جديده، يمكن المرحله اللي انا مريت فيها بنيان البيت، لازم اسكن الان بيت خارج بيت مثلا اهل الزوج، اذا تحتاج الى نبني، اوكي معاش واحد ما يكفي بوجود طبعا. في بدايتها كان عندي طبعا 3 أطفال قبل ابدا اداوم. فهني كان القرار اني فعلا اطلع من الفطره، او خلينا نقول من البيئه اللي انا تعودت عليها، اني اروح اعمل ولازم اواجه الان بيئه مختلفه. فالقرار الاول بامانه كان قرار صعب، اني اظهر من هذا المجال اللي انا كان حلمي فيه زمان اكون ام واربي ابنائي. ولكن سبحان الله معطيات الحياه خاصه بعد ما دخلت الجامعه يمكن هي النقطة الأولى اللي خلتني أنفصل تقريباً عن العائلة والأطفال والأسرة. لما أروح جامعة الإمارات، الله يرحم الشيخ زايد ما قصر، سكنات وباصات ونروح ونرجع، هني وجدت أنه هناك في عالم آخر. يعني كنت متزوجة ورحت تدرسين؟ هي نعم، وأذكر كنت حامل بنتي رقم 3. ما شاء الله، حبيت رقم 3. رقم 3 دائماً أقول رقم 3 وعيناوية. ما شاء الله. ولدت حتى هناك. فصار ارتباطي مع العالم الخارجي مختلف تماماً عن الارتباط العادي. إذا هناك شيء ما خلف جدران المنازل. فهذه كانت الخطوة الأولى. أنا توقعت إنه راح يكون فقط الدراسة، وحتى تخصصي كان مختلف تماماً. شو التخصص إذا نقدر نعرف؟ والله تخصص الإذاعة والتلفزيون، اتصال جماهيري. ولك أن تتخيل الفجيرة وفي فترتها رحت اتصال جماهيري، فمختلف تماماً. حتى بالنسبة للزوج والعائلة، يعني لما قلت لهم والله حظي طاح هناك، وما رفضت طبعاً التخصص لأني شفت فيها مجال مختلف. نعم. فأقول يمكن هذه النقطة، الاختيار الأول هو اللي يبين لي ورسم لي المسار، أنه هناك عالم مختلف آخر وبيئة مجتمعية مختلفة، فئات من الناس نتلاقى معاهم مختلفين بالأفكار، وخاصة لما حد يكلمني أن عندهم تجارب خارجية. نعم. انتهت طبعا مرحلة الجامعة، بديت مرحلة العمل. هني كان القرار الأصعب أنه في مسؤوليات إضافية. جميل جدا. طبعا أنت ما شاء الله تبارك الرحمن اتجهتي من كونك أم، وكانت هذه وظيفة أحلامك خلينا نتكلم، إلى الوظيفة الثانية اللي هي العمل خارج المنزل. تكلمتي أنت عن تخصصك، لكن خبرينا عن أول وظيفة، خصوصاً أن تخصصك في الوقت فترة هذيك ممكن يكون عكس تماماً أنها تكون امرأة في بيت. اتصال جماهيري يعني أنت في تواصل بين الجمهور، فوين اتجهتي في أول وظيفة؟ بداية حقيقة كانت أقول الاختيار ما كان اختيار متوافق مع التخصص، باعتبار أن بدايتها طبعاً ما يوجد عندنا ساحة إعلامية خلينا نقول في إمارة الفجيرة. ولكن الله يرحم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان طرح فترة مشروع للتدريب وتأهيل المواطنين الخريجين أو مواطنات الخريجات بشكل عام. فكان في سنة 2007 تقريبا، فالتحق في هذا البرنامج، عبارة عن تطوير ذات وعبارة عن مهارات اللغة الإنجليزية ومهارات كثيرة الصراحة. أثناء هذه الفترة طرح عمل في الديوان الأمير، طبعا كان هناك تقديم الأوراق، فقالوا لي في جهة من الجهات محتاجين حد في العلاقات العامة، وانت تخصص اتصال جماهيري. فأنا ابتسمت قلت لهم أنا توقعت أني راح أشتغل في أرشيف مكالمات، يعني شغلة بسيطة تناسب المرأة في وقتها، يعني شيء يخص المدارس، لأن قبل عندنا احنا تكونين معلمة أو فلا بحكم طبعا المجتمع، وهذا يمكن واحدة من النقاط اللي أنا لازم كنت أفكر فيها. قلت لهم خلاص أمري لله، أنا راح أدخل إن شاء الله. وفعلا لما رحت في ديوان الأميري طبعا حصلت هناك الوظيفة، وكانت عبارة عن التقاء مع أولياء الأمور في تقديم المساعدات وغيرها. معنى هذا أيضا راح ألتقي بجمهور فئات مختلفة من الناس. في وقتها طبعا ما كان خلينا نقول النساء اللي يروحون المؤسسات، كان الرجال هم اللي ينهون كل المهام. اذا يا فاخر انت في مواجهه الان مجتمع رجال وانت ما متعوده اساسا تحتكين فيهم، فكانت هذه اول وظائف عندي. جميل. طبعا انت ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم ام لثمانه ابناء وجده لحفيدين ما شاء الله تبارك الرحمن. طيله هذه السنوات تبارك الرحمن كنتي نعم الموظفه ونعم الام ونعم الزوجه. هذا التوازن بكونك موظفه ناجحه وأم تبارك الرحمن ناجحة في تربية أبنائها وزوجة يعني قريبة من زوجها، هذا التوازن صعب يمكن يتحقق في عالمنا الآن. كيف قدرت فاخرة أنها توصل للتوازن هذا؟ بالنسبة للمرحلة اللي وصلتها حاليا، طبعا هي ما تعتبر مرحلة سهلة، يعني الانتقال بين فترة زمنية لما أبدأ في قرار في وقتها كانت طبعا الشخصية توها بادية
مكتفية بدور الطبيعي للأم العاملة، أنها بس تروح ترجع تداوم، ترجع البيت، الراتب مثلاً، تقعد مع عيالها وغيره، واستقرار أسري. لما بدينا أو خلينا نقول بديت أقرر أني أنا أنتقل إلى مرحلة أخرى أبدأ أبحث فيها عن ذاتي، لأن اكتشفت في مرحلة هذه الحياة لا، هناك في جانب آخر ممكن تسوي فاخرة. ممكن فاخرة كانت ابنة صارت أم وزوجة، الآن صارت فاخرة بذاتها، بحكم طبعاً نحن في فترة من الزمان نتزوج بوقت مبكر، وأنا طبعاً مع هذه النقطة أخيراً بعد ما وصلنا هالمرحلة من العمر. كم عمرك تزوجتي عشان أعرف أن أنت ما شاء الله تدعمين الزواج أنه يكون في سن مبكر؟ نعم، أنا تزوجت على سن 17 سنة. في تلك الفترة طبعاً يعني أنا من الأوائل ومن الشطار في المدرسة، فما توقعت أني أنا ما راح أدخل الجامعة، لا راح أدخلها وأنا متزوجة وعندي أطفال. بعدها لا، دائماً أقول لأبي شكراً، يعني أنا وصلت المرحلة لأن وصلوا طول وحين أقدر أتفاهم معهم. طبعاً هاي تعتمد على شخصية المرأة، لذلك الانتقاء من هذه المرحلة تلك المرحلة أني أفكر بنفسي لا، كانت مرحلة شوية صعبة، أو خاصة لما أعلنت أني أبغي أكمل الماجستير. يعني ممكن أنا في مرحلة العمل يمكن كملت 7 سنوات أو من 5 إلى 7 سنوات، أعمل جداً عادي، اهتمام بعائلتي مرتب وكل الأمور جاهزة وممتاز. لما قررت أني أكمل الماجستير صارت الفكرة اللي فاخرة الآن راح تتكلم عن ذاتها. حتى لما صار الحوار مع زوجي وقلت له أنا راح أكمل الماجستير، قال لي شو تحتاجين في الماجستير؟ قلت له شيء ما أعرفه لكن أنا حابة أكمل. اكتشفت فعلا لما تبدأ المرأة يصير عندها وعي وإدراك لذاتها وعناصر القوة عندها، ممكن تكمل هي وتوصل تكمل يعني مراحل تعليمية، مع تأكيد على أني أنا قاعدة أخذ من جزء من عائلتي، أنا ضمن منظومة أسرية كاملة، قررت أنا أني أكمل، إذن أنا ما قاعدة أشتغل لروحي، أنا عندي أسرة. فاضطريت أني أقعد أتناقش أحاور، أنا ما أقنع وأجبر، لأن فعلا هي اختيارية، ولكن الحمد لله هي تساهل من رب العالمين، وكان الوعد القطعي اللي استطعت من خلاله أني أنا أكمل أني أخلق التوازن، وطبعا صارت تنازلات. وفعلا جدا عانيت مسألة أني أعيد جدولة نفسي، الآن أنا مطالبة أني أنا أنفذ الوعد اللي قطعته، أني أنا ما راح أنقص يعني من اهتمامي في البيت وأنطلق. وقتها من الفجير للشارج يمكن فوق ساعة وشيء قبل تصير شوارعنا الجديدة. حتى أذكر كنت أدرس عيال وأنا بالتليفون إذا هم ما عارفين لغة إنجليزية أو رياضيات، لأنه كان فصل الثاني. فلما تعلمت مسألة التنازلات طبعا زاد الضغط صراحة. كنت مقتنعة تماما لأي كلمة سلبية أو أحصل عليها، أو خليتي عيالك رايلك شاك اليوم قال إنش ما كنت من أفضل تتحملين أتحمل، لأن هذا قراري يعني. نعم. دائما الإنسان لما يسوي قرار ضمن منظومة أسرية يتحمل القرار 100% وتبعاته. بعد مرور فترة من الزمن الأسرة انتبهت أنه هناك في توازن، ولله الحمد يعني أموري ممتازة. بدأت الحين أنا أجهز النص، خلينا نقول الصف الآخر من الدعم، هم عيالي طبعا، هذا يدرس الثاني، هذا يتخلص مسألة هذا، مثلا عندي حد من أفراد الأسرة مثلا ممكن تقعدوا معهم هذا اليوم ليش موجودة. والمسألة طبعا ما وصلت لهني، خاصة لما سافرت خارج الدولة، بعد واحدة من هذه الأمور اللي خلتني أقفز قفزة ثانية في اتجاه خلينا نقول طموحاتي، وأيضا طبعا ما أخذ من وقت من أفراد، خلينا نقول وقت من عائلتي. جميل. طبعا أنا ممكن أسأل سؤال وبتصرحيني فيه، أنت تكلمتي قلتي أنا كلمت زوجي، لكن خلينا نعرف بصريح العبارة، هل زوجك كان متفهم لطبيعة عملك وأيضا كان داعم لك في حياتك؟ إذا بنتكلم عن المرحلة الأولى، المرحلة اللي ظهر الحاجة لوجود زوجة عاملة أساس أنها تساند الخطة الأسرية، في لحظتها كان متفهم، ولكن كان في صعوبة بفكرة أني أنا راح ألتقي الآن مع أفراد المجتمع مختلف أطيافه، وخاصة طبعا الرجال، وهذا كان بالنسبة لنا صعب. يعني حتى كان يقول أنت ما أخذت تخصص مدرسة؟ قلت له لا سامحني، يعني أنا إنسانة أقدر التعليم بس ما عندي طاقة أتحمل، واللي مدرسين يدخلون سيد الجنة الصراحة على مجهودهم. فقلت له أنا طبعي آخر، لكن لا تحاتي، أنا إن شاء الله بحاول أحصل جهة عمل ما فيها غير نساء، وطبعا الأقدار اختلفت وكلهم رجال ليوني. فلما شرحت له الوضع، فقلت له أنا سألت سؤال، حتى لما كنت مضطرة أن أسافر على حساب الدولة أيضا، هذا كان أول مرة، قلت له شو مانع اللي يمنع أني أنا ممكن أدخل في هذا المجال وأستمر، يعني أبدأ أقابل اجتماعات مثلا، أسافر أقعد مثلا في أبوظبي عشان مؤتمر وكذا، شو الفكرة؟ قال أنا أخاف عليك. طبعا هذا المنطلق، الرجال في مجتمعاتنا فعلا يخافون على المرأة، مش من باب إن هي مش أخلاقيا ولا أي أيضا عيبا في الآخر، بس هي طبيعة الرجل للحماية. قلت له دائما أني أنا والله الحمد يعني ما شاء الله أنت ما مقصر معاي، والعائلة وتربيتنا وغيره وحكومتنا أعطتنا، أنت اسمحني وعطني هالفرصة،
إن شفت أني أنا لا أستطيع أن أستطيع أن أتعامل وصار عندي انتكاسة معينة، أنا ممكن أتراجع. وهذه النقطة اللي أسميها الحوار، دام أني أنا جزء من مجتمع من بيئة معينة، أنا لازم أقول أفكار وأسمع أفكارهم حتى لو كانت قاسية. عادي يقولي مثلاً لا والله أنا ما أشوفك مثلاً أنت تستطيعين تتعاملين. نعم. أنا راح أزعل من هذه الكلمة لأن أنا أحتاج الثقة، لكن لازم أسمع الطرف الآخر. جميل جداً. طبعاً أنا بالنسبة لي بخلي ضيف أو خلنا نتكلم صديق البرنامج علي زهري يرد على هذه القصة والتوازن اللي شفناه في قصة فاخرة. شو رأيك في هذا الموضوع؟ شو اللي ساعد على النجاح هذا؟ الأخت فاخرة ذكرت أمور جداً مهمة، هي نقاط رئيسية خلنا نأخذها. موضوع الحوار هو اللي فتح العمل، موضوع التنازلات هو اللي أدى إلى أنه في وجود قرار، التنازلات تتبعها أيضاً بعض المشاكل وبعض التبعات. إذا كانت مش مستعدة للمواضيع هذه ما راح تاخذ خطوة. طبعاً لازم يكون في تحديات بالنسبة لها، لأن هي ما وصلت المرحلة هذه بدون تحديات، ولكن الأجمل أنه كان في توازن بين العلاقة الأسرية والعلاقة العملية، ما كانت في شوائب، ولكن خلينا نكون واقعين في تحديات، اكيد في تحديات. نعم. زين، نحن في انا في بعض الاحيان تكون عندنا بعض الزيارات في بعض المدارس، فنقعد مع الاداره المدرسيه. كثير من المشاكل الموجوده عند الطلبه سببها الرئيسي هو ابتعاد الاب وابتعاد الام. الاب خلينا نقول في وظيفه، لكن الام ايضا في وظيفه. لما يجي العذر ويكون أنا والله موجودة في الدوام ما أعرف شو اللي صاير، هذه المصيبة الأكبر. إذن هناك في تقصير في جانب أسري مهم للجيل هذا، لذلك في فراغ وفي مشاكل. موضوع المتابعة، موضوع أنك أنت اليوم تكون متوازن في قضية العمل. نحن دائما نقول إحنا ما نرفض في الوقت الحالي ما نرفض قضية المرأة أن تكون عاملة، ولكن نرفض أن المرأة لا تكون متوازنة بين العمل والأسرة. جميل جدا. طبعا أنا ممكن برجع لك مرة ثانية أستاذة فاخرة، لكل شخص فينا طاقة وقدرة على التحمل وقدرة على إنجاز المهام والمسؤوليات اللي عنده، ولكن أحيانا ممكن الواحد يوصل لمرحلة أنه يقول خلاص كفاية، أنا ما أقدر أتحمل أكثر من كذا، خلاص ما بكمل. هل أنت وصلتي لهالمرحلة وكيف قدرتي تتخطينها إذا وصلتيها؟ لا طبيعي وصلت لها في أكثر من محطة. نعم. نحن كأمهات في الدرجة الأولى تصير عندنا هذه يعني شوية عقدة الذنب أنه أوكي ولدي اليوم تخرج أنا ما قدرت أتواجد، بنتي مثلا يوم طلبوا منا أن تواجد أنا ما قدرت أتواجد، تصير عندنا هذه المسالفة على طول. أقول في خاطي لا خلاص أنا أخلص الماجستير ما رح أسوي شغلة، ما رح أسوي مشاريع، أداوم وأرجع بيتي. يظل هذاك الإحساس إنه لا، إنها ما زال هناك شيء من العطاء، فأضطر إني طبعاً أخذ بريك، وأنا دائماً أسميه استراحة محارب، لأن بالأخير نحن طاقة ومشاعر، وخاصة إنه في مرحلة يمكن الكل قاعد يوجه أصابع، ما بقول اتهام غير الملامة يعني أكثرها، لا تركتيهم، لا أنت مثلاً. أنا مثلاً سافرت اليابان لدراسة اللغة، كانت أول تجربة روحي لروحي، فكانت بنتي وقتها تعلن خبر جميل إنها حامل، فأنا مش موجودة، فشيء متعب. السفرة الثانية لما سافرتها كان تو ولدي بدأ يمشي، أنا مش موجودة، فصير عندي هذه الأسباب. أقول يعني أنا رحت درست، طيب شو راح أسوي؟ تصير عندي هذه الأمور، ولكن أرجع بعدين وأقول في خاطري لا، أنا دام وصلت لهذه المرحلة، وهذه المسألة اللي أتكلم عنها القدوة. يعجبني عيالي لما يقولوا ما أنا شفتش بالتلفزيون، ما كنتي قدمتي محاضرة، لا لما سافرتي وخبرتيني عن المكان. فلما أنا أبني في أبنائي ذكريات معينة تخص النجاح مبكراً، بتصير عندهم هذه المسألة يعني سهلة مستقبلاً. صحيح أنهم أحياناً يزعلون يعتبون لما أقعد بين أهلي، فيقول لهم شوفوا أمكم صيروا مثلها، يطالعوني يقولوا أمي وايد تتعب إحنا ما نروم، لأن طاقتهم أقل. لكن لما كبروا الآن ما شاء الله كل واحدة منهم شقت يعني مشت في طريق يحتاج مجهود إضافي، فلما يشوفوني أنا ضاعفت هذا المجهود ما صار عندهم مسألة صعبة. جميل جداً. لكن أنا بروح لتشل سؤال ممكن صعب وبيبين ممكن أشياء كثيرة. لو الحين بعد هاي النجاحات المميزة وأيضاً أنت عندك مسيرة وظيفية إلى الآن مستمرة، وجاءت وعيالك وقال لك ما بيجي تكملين، شو تكون ردة فعل في آخرة؟ والله سؤال صعب. بعد ما أتواجد بهذه الفترة وهذه المرحلة، أتوقع أول سؤال ما رح
يعني أعترض نهائي على اللي يقوله. صحيح أن أنت ما تبنيه في سنين، ممكن أن في فترة يعني تختفي، ولكن كيف تنتهي فقط؟ فيمكن أول سؤال لي بقول له مثلا شو هو السبب مثلا اللي خليني مثلا في هالمرحلة، خاصة عيالي كبار. طبعا موضوع بين الرجل والمرأة دائما الأبناء والأسرة وغيره، فإذا العيال يعني يبانهم تربية خلاص كبروا، طيب شو دور المرأة راح يكون لاحقا؟ فأتوقع في هذه المرحلة راح أسوي مع اتفاق بحكم طبعا العمر والسنين، خاصة تعرفين يعني كيف تدخلين فاهمين معاه فبيكون اتفاق، لأن أنا فعلا أؤمن أن المرأة في مرحلة مراحل حياتها لازم تأخذ تتسيد البيت. يعني أنا دائما بين فترة فترة أقول لهم لا أنا آخر شيء هذا وبقعد، تصدمني طبعا أحداث جديدة وأحب أدخل فيها. فأتوقع أني أنا راح أحدد معه فترة زمنية معينة فعلا، يعني راح أقول له أوكي راح أقعد في البيت، لكن الشرط ما أقعد عشان أقابل الجدران، لا سوالي جدول نطلع نسافر نسوي شغلة، ما في هالمعطيات تري شوي، ولكن ما راح أعترض حقيقة. يعني ما راح أقول له أنت تدمر مثلا مستقبله وغيره، لا، لأن أكيد هو شريك معي في الحياة. في نقطة يمكن يشوفها مفتقدينها بأمانة، في أيام فعلا يفتقد تواجدي في البيت، حتى لما يسألني يقول لي أنت ما عرفت أن والدك أمس مثلا قالوا له كذا، فأقول له أنا بديت في فترة من زمن أحيانا أنسى أنه مثلا أنتبه لشهادة معينة، أنتبه لشيء معين. فهو كشريك له حق أيضا أن يناقشني، لكن ما يقولي مثلا قعدي وما يعطيني سبب، لأن خلاص أنا أعرف ليش قاعدة أطلع. يمكن في نقطة وايد مهمة كان يقول لي دائما، هو يقول أنا ما أقول لك لا، بس في مرحلة لازم أنت تقرري متى توقفين. طبعا أنا ما سألت ليش، بحكم أني كامرأة فاهمة أنه خلاص يعني امرأة انتبهي للبيت وغيره، مع العلم من وجود عندي عيال وكذا. فأنا أتوقع راح أرحب بهذا السؤال، بس ما أتوقع أنا راح أنفذها بسرعة في اتفاقيات إلا باتفاقيات جميل جدا. بس في النهاية أنت بتبدين زوجك وعيالك على موضوع أني أنا أكمل في نجاحاتي، لكن أكيد باتفاق، لكن أكيد. الأولوية زوجك وعيالك أكيد. طبعا أنت ما شاء الله قصة مشرفة وملهمة لكل الشباب اللي موجودين معانا وأيضا اللي يشاهدونا على قناة الفجيرة، وصراحة يعني نحب نشكرك على تواجدك الأستاذة فاخرة عبد الله بن داغر، المراقب الإعلامي والمتحدث الرسمي في دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، والمدير التنفيذي للإعلام والاتصال، والمدير التنفيذي للسعادة والإيجابية، ومنسق العلاقات الدبلوماسية في الجمعية، وأيضا الأم والزوجة. شكرا على تواجدك معنا، وشكرا على هذه القصة جدا جميلة. شكرا لكم، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله والتوازن في حياتكم بإذن الله الكريم. طبعا مشاهدينا مستمرين في نقاش موضوعنا اليوم عن عمل المرأة المتزوجة، وفي هذا الإطار قام فريق عمل برنامج يمعة شباب بتحضير تحقيق خاص تحت عنوان عمل المرأة وضرورة التوازن بين الوظيفة والبيت. خلونا نتابع وياكم التحقيق الخاص ونرجع لكم. أصبح التوفيق بين عمل المرأة خارج المنزل وتربية أولادها في الداخل هاجساً يؤرق الكثير من النساء العاملات في مختلف الميادين، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على التوازن العام داخل البيت. إذا نبغى اليوم نتكلم عن عمل المرأة، فأنا أشوفه من وجهة نظري أنه هو عبارة عن شقين. عمل المرأة في بداية الحياة الزوجية أنا أسميه السند والمكمل لتخطيط أسري ناجح، أما فيما بعد مع المراحل نقول الأسرية وتواجد الأبناء يصير يأثر نوعا ما سلبا كأدوار توزع في إفراد الأسرة، ويأثر على دورها هي كعنصر أساسي في الأسرة. ما نقدر نقول أن عمل المرأة يؤثر سلبي على الأسرة إذا في كان هناك توازن، إذا كان في هناك مثلا تفاهم في الأسرة بين الزوج وبين الزوجة وبين الأفراد، فما أعتقد يأثر. ولكن هل اختيار نوع وطبيعة العمل منذ البداية أساساً لتستطيع المرأة تحقيق التوازن بين العمل والأسرة؟ نحن اليوم في دولة الإمارات المرأة دخلت في كل المجالات، في السياسة، في البرلمان، في الخدمة الوطنية، في المجلس الوطني، في الشرطة، في كل المجالات، المجالات كلها مفتوحة. بس يعتمد هنا إذا يعني المرأة المتزوجة لابد أن تحسن الاختيار في العمل. إذا كانت متزوجة وعندها الأعمال لابد تختار عمل إنه يناسبها. إحنا اليوم في متطلبات، وممكن هي تكون في البداية فتاة وليست امرأة عاملة، فممكن العمل اللي يكون متاح لها يواكب طبيعة البيئة اللي هي عايشة فيه، ولكن بعد أن تدخل الحياة الزوجية يفضل أن هي تجد العمل المناسب لها اليوم، لأنها بيها باكر بتكون أم،
وهذه الأم لها معطيات، لها التزامات سواء زوجية أو على صعيد الأبناء، فبالتالي هناك طبيعة عمل ما تتناسب معها. أما عن آليات تحقيق التوازن بين الوقت الذي تمنحه المرأة للعمل والوقت الذي تعطيه لأفراد أسرتها، 24 ساعة 8 ساعات أنت وين؟ في العمل، وعندك ما تبقى شيء بسيط 8 ساعات وثم تليها فترة الراحة. إذا ما أدارت الوقت بفعالية، عرفت كيف تأدي عملها هني كأدوار وهناك أدوار بمعطيات، يعني من أول الأسبوع أحط لي جدول أعمال شو الأشياء المناطلي بالعمل وشو الأشياء المناطلي في المنزل. أدوار المنزل لا تقتصر فقط على منزل، إنما هي مشقة المسؤولية المنزلية، شق الأبناء، شق الزوج. هذا وايد عنصر مهم. عندنا كثير من المرأة العاملة تفكر المنزل عبارة عن مسؤوليات وأبناء وتنسى الشق الثالث، شق الزوج. هني في إدارة وقت مناسبة للجميع بما يتواكب مع نحن نقول ديمومة الأسرة، لأن هذا راح يأثر. شو الفايدة اليوم تكونين امرأة ناجحة، أبنائك ما شاء الله تربيتهم، التزاماتك المنزلية ممتازة، وفي نحن نقول قصور في الجانب الزوجي. ولكن هل هناك أسباب تدفع المرأة العاملة إلى عدم الاستغناء عن الوظيفة؟ الحالة الاقتصادية ما تساعدهم مثلاً، مام هي تبغي توقف مع زوجها، ممكن عندها أطفال، الحياة ظروف المعيشية للحياة تتطلب المادة. نحن اليوم بدون مادة ما نقدر نعيش، المادة مطلوبة، الصحة مطلوبة، تصرف على عيالها في صحتها، في دراستها، في تربيتها، في تعليمها، هي كلها بحاجة للمادة. فلا بد بس إنه يكونون الزوج متفقين في هذا الجانب ويساعدون بعضهم البعض. اليوم إحنا في عصر متغير، اليوم صار عنده الأمان. وين يكمن الأمان لدى المرأة بعد ما تطلع من بيت أهلها؟ يكمن الأمان في العمل. للأمانة اليوم نسمع مع المشاكل الزوجية ومع الأمور اللي تمر فيها المرأة، وممكن عفوا حالات طلاق أو انفصال أو تشتت أو كذا، دائما العمل يكون لها دائما دخل وصمام أمان. أخيرا سنتعرف على عوامل استقرار الحياة الزوجية في نطاق منزل الأم العاملة. من أجل حياة أسرية ناجحة، أولاً يجب أن تقوم، وأنا هاي دائماً نصيحتي أقولها، تعاون وتخطيط مالي وأسري بين كلا الطرفين، توزيع الأدوار بين الطرفين سواء كانت امرأة عاملة أو غير عاملة. الزوج أكيد بيكون عامل، ولكن المرأة سواء عاملة أو غير عاملة، توزيع الأدوار وايد مهم بينهم. الإدراك الثالث بكل واحد مدى الجهد الذي يقوم فيه، متى ما أدركوا هم الاثنين بأهمية أدوار بعض وبالجهد المالي والجهد النفسي اللي يبذلونه عشان تكون هاي الأسرة سوية وقائمة ومرتاحة، أنا دائما أقول التقدير المطلوب بينهم، توزيع الأدوار من أجل أسرة مثالية ناجحة. ماذا عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بالكثير من النساء في العصر الحديث إلى العمل بغرض تحقيق الكثير من متطلبات الحياة المستجدة؟ رجعنا لكم مشاهدينا في يمعة شباب، وأكيد بعد هذا التحقيق بنناقش محاور هذا التحقيق، وببدأ في سؤال اللي هو من وجهة نظركم المتزوجات أو النساء المتزوجات العاملات في الوقت الراهن صارن لا يستغنن عن عملهن باعتبار وسيلة لتحقيق الذات وكسب المال وتوسيع نطاق العلاقات الاجتماعية. وببدأ السؤال معك يا جابر، هل تشوف أن صارت الوظيفة يعني نمط حياة وشيء لابد منه في حياة المرأة؟ حقيقة ممكن يعني على النقاش اللي تم طرحه، فكرة اللي هو ممكن ظروف الحياة في الوقت الحالي تتطلب ان الواحد ان المرأة تدخل في سوق العمل اكثر، والنقاط الثانية اللي ذكرناها. ولكن ممكن هني بنرجع لنقطة اللي هو سقف الرفاهية وسقف الحرية اللي المرأة تبحث عنه. ممكن في السابق كان بالنسبة للمرأة، ويعني ممكن جدودنا وهذا، كان مثال يصيد الرجل والمرأة تبيع في السوق اللي تم صيده، أو هي موجودة في المزرعة أو إلى آخره. فكانت هي فكرة أساسيات الحياة نفسها، وأنها يكون موجود عندها أساسيات الحياة. فهل حالياً خلنا نقول جميع البنات
أو الأخوات والمتزوجات خصوصاً هم دخلوا سوق العمل فقط للحياة الكريمة ولا لفكرة اللي هو رفع سقف الرفاهية، شراء اللي هو الماركات والسيارات بمستوى معين. فهني ممكن نقطة صراحة وأنا أشوف هذا نقاش جميل أنه يطرح، يعني ما هو مستوى خلنا نقول الرفاهية واللمت اللي ممكن نقول المرأة عشان هذا المستوى هاي من أساسيات الحياة أو كذلك من متطلبات الحياة حتى لو كانت في الوضع الحالي. طبعاً أنا بروح لمحور آخر في التحقيق ومعك علي الحمادي. هناك واجبات متبادلة من بين المرأة العاملة المتزوجة وبين أسرتها، وأيضاً علاقات تبادلية أساسها الرعاية والاحترام. هل ترى أن على الزوج والأبناء تقديم الرعاية للأم والزوجة العاملة، وكيف يكون هذا الشيء؟ يعني إحنا نتكلم أنها هي لازم تسوي شيء عشان عيالها وزوجها، لكن شو اللي الشيء اللي لازم يسوونه؟ شوف الزوج والأبناء، الأبناء إذا هم أطفال، إحنا نتكلم في أعمار مختلفة، في مراحل الأم لازم تكون وياهم، الأم تقدم حق العيال مش العيال يقدمون حق الأم، وفي مراحل فعلا الأبناء يقدرون هم يقدمون حق الأم، والزوج نفس الشيء، الزوج نفس الشيء في مراحل، يعني هو يمكن يتقبل لمرحلة معينة لمت معين، بس بعدها اللمت لا، أنا ليش متزوج؟ خلاص إذا هي بتطوف هذا اللمت تسيب أهلها تجلس وهي وحدة ثانية بدالها، هو كنظرة يعني يقول لك أنا ليش متزوج؟ مرحلة معينة وفترة معينة وقت معين، أما إذا كل مرة بترد تتمدد ويوصل لمرحلة خلاص يعني أنا ليش متزوج؟ أو ليش أنا مو محصل حقوقي الزوجية إنه كنظافة وأكل ويلسة وسوالف؟ نحن الحين في العادة نحن كأشخاص فرديين قبل أن نتزوج لجوءنا لو عندنا مشكلة أو مضايقين لجوء للأم، إذا الأم مش موجودة لجوء للمنو؟ للأخت. يعني دائما الأم كأنثى أو كعاطفة الرجل لازم يلجأ لوحدة يعني أقرب له، فهو متزوج عشان يلجأ لزوجته هي تكون سندة. ليش يقولك دائما خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة، خلف كل رجل امرأة عظيمة، أو المثل هذا خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة، امرأة عظيمة. فدائما الرجل يتزوج وهي تكون سند وياه شريكة حياته، فدائما يكون في لمت معين وعمر معين نحن نقدر نقيس فيه، اما اذا نحن تجاوزنا هذه نحن تقريبا نقول تجاوزنا الخطوط الحمراء فيها يعني. جميل. علي الزوهري، طبعا هذا سؤال موجه لك صراحه، شو رايك بمتانه العلاقه بين الام وابنائها والمراه العامله وزوجها، وهل لا يتاثر ابدا بموضوع انشغالها وساعات عملها الطويله؟ هل هذا الشيء صحيح؟ هل من الممكن ان ساعات العمل ما تاثر على الأسرة ومتانة العلاقة بينها وبين عيالها وزوجها؟ إحنا إذا بنناقش هذا المفهوم أو هذا المحور يجب أن نضع كلمة بين قوسين اللي هي موضوع التضحية. التضحية أمر جدا مهم. نعم. إذا كانت الأم تريد توازن في الموضوع يجب أن تضحي بشيء اسمه الراحة بعد العمل، حتى أثناء تأدية واجباتها العملية المتابعة. طبعا احنا وصلنا لمرحلة اليوم في الإمارات مرحلة متابعة جدا متطورة، سواء من خلال الكاميرات، من خلال التواصل الفعال مع المدارس، تواصل فعال مع أحد موجود في البيت، لذلك موضوع التواصل أصبح جدا سهل مع الأبناء، لأن موضوع التواصل هو من أهم الأشياء اللي يجب أن يكون موجود عند المرأة العاملة المتزوجة مع الأبناء. ثاني موضوع بعد فترة العمل يوجد وقت مثل الراحة، لكن هذه الراحة هل راح تكون للشخصية نفسها اللي هي الأم أو راح تكون لمتابعة الأبناء أو الشؤون الأسرية اللي موجودة في المنزل؟ لذلك التوازن التوازن التوازن. جميل جدا. طبعا أكيد في التوازن يهتم أو يبنى كل شيء. ومشاهدينا فاصل صغير ونواصل حلقتنا لليوم من يمعة شباب. لا تنسون تكتبوا لنا ماذا تفضلون، هل تفضلون عمل المرأة المتزوجة أم تفرغها لبيتها وعيالها، عبر هاشتاق البرنامج على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشاشة تلفزيون الفجيرة. نرجع لكم بعد الفاصل. يا
يا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا للفقرة الأخيرة من برنامجكم يا مع الشباب، وموضوعنا عن عمل المرأة المتزوجة والتحديات اللي تواجهها، وهذه الصحبة الطيبة اللي وصلنا مثل ما يقولون للخلاصة أو لخلاصة القول من بعد ما تعرفنا على مختلف الآراء. خلونا نشوف ضيوفنا هل بعدهم على رأيهم ولا تغير رأيهم. طبعا نبدأ مع علي، هل بعدك عند رأيك بخصوص أنك تفضل أن الزوجة تكون غير عاملة؟ لا، أنا مع التوازن، وما أعتقد أن العمل مع الواجبات الأسرية فيها توازن. جميل جدا. بالنسبة لك يعني أنا بروح الحين للبنات، موزة، هل أنت إلى الآن مع فكرة أن العمل ممكن هو الأولوية والأهمية؟ أنا ما قلت أنه هو الأولوية والأهمية، بس كفرد كامرأة لابد من أنه يكون لها وجود خارج نطاق المنزل، فأنا بعدني على رأيي في هالموضوع. نعم، جميل جدا. علي الحمادي، بالنسبة لك أنت قلت في البداية أن يعني مسؤولية الزوجة صعبة بتكون في حال كانت في وظيفتها، شو اللي تغير في رأيك؟ هل تغير شيء ولا الحينك نفس ما انت؟ لا، مثل ما انا عليه ومثل ما قلت، يعني العمل بحدود يكون، بس هذا هو. نعم، جميل، الامر سهل جدا يعني. جميل، بروح لك واضحه في هذا السؤال، لو شاركتي او شفتي شريك حياه مناسب، هل لو اشترط عليك انك ما تكملين في وظيفتك بتوافقين عليه ولا بترفضين؟ انا مع مبدا انه بعد الحوار، بعد ما اخذ واعطي معه انه ليش وشو الاسباب وكذا، في حال ما أقنعني وظيفتي. نعم، وفي حال أقنعت ممكن. شكلك أنت مع أن تظلين في الوظيفة. هذا الأوضح يعني. نعم، بالنسبة لنا. جميل. جابر، لو يوم من الأيام جتك زوجتك قالت لك أنا في سبيل تطور المهني أنا مضطرة أني أسافر، وين بتروح؟ يعني ممكن أنا مع شو اسمه ان المراه يكون لها نصيب في مساله الوظيفه، ولكن احنا مثل ما تفضلنا، نحن ممكن الرجل ما يكون عنده خلينا نقول عدم ثقه، ولكن يكون عنده خوف كحمايه للمراه اكثر. فانا من ناحيتي، من وجهه نظري، انا مع مساله ان المراه يكون لها مستقبل، ولكن احنا نرجع للحوار الرئيسي، يعني شو عن الادوار الثانيه؟ هل بالامكان الزوج هو اللي يقوم فيها؟ يعني في نهايه المطاف هي لها حقوق ولها مستقبل، انا لي حقوق وكذلك مستقبل، والابناء كذلك. نعم. فالدور اللي مثال بيقل من عندها هي، هل بالامكان ان يتم تغطيته؟ نعم. فبالحوار ولسان الحوار ممكن هذا اكثر شيء كان النقاش فيه. جميل، انا برجع اطرح عليك سؤال ثاني. تفضل. اللي هو إذا زوجتك في حياتها الزوجية وتربية عيالها مش مقصرة، وجاها سفرة عمل تطور في عملها لمدة 10 أيام، بتوافق؟ نعم، بتوافق. بوافق وبكون معاها كذلك في السفرة دعم لها. جميل جدا. نعم. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع يعني شفنا لكم آراء كثيرة ممكن ما تغيرت كثير، لكن الحين صار عندنا صديق البرنامج اللي لازم أعرف منه رأيه، هل بتوافق أن زوجتك تسافر لمدة 10 أيام سفرة عمل؟ بالنسبة لي كقرار شخصي، نعم، بالطبع لا. أنت رفضت؟ نعم. ترفض سفرها، عندك أسباب؟ طبعا، يمكن تكون أكيد في بديل أول شيء، ثاني شيء أتوقع أنه في واجبات أكثر موجودة على أرض الواقع أكثر من أنها ما تكون بالخارج. زين اخوي علي، الحين الحكومه اذا الحرمه من جهه عملها بيرسلونها يعطونك تفرغ من جهه عملك، فما في مانع انت تسافر وياها، فشو اللي بيمنعني؟ انا في البدايه كان رايي واضح في الموضوع هذا، انه الاولويه القصوى للواجبات الاسريه. اذا طيب، بس الحين هي بتصير وياك، انت بتصير وياها والعيال، لا يمكن عندنا مش شرط اني انا اكون متوافقين في نفس اليوم والفساد. جميل، طبعا انا شفنا اراءكم والحوار معاكم كان جدا جميل، لكن صار وقت اننا نطلع من قالب النقاش ولازم نغوص في عالم الخيال ونستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يعبر عن افكاركم وارائكم. وايش رايكم نقول يلا اي اي؟ يلا يلا اي اي.
كلكم متحمسين تعرفون شو بيستوي الحين، وأنا بعد الصراحة متحمس أشوف مخيلاتكم وقدرتكم على التعبير. إنزين الحين أنا بشوف وأشرح لكم تفاصيل هذه الفقرة. كل واحد منكم قدامه تابلت، كل واحد منكم لازم يعبر بجملة واحدة عن مفهوم الزواج بالنسبة له، والذكاء الاصطناعي راح يحول هالجملة لصورة نشوفها مع بعض ونحاول نفهم رسالة كل واحد منكم قبل ما يكشف لنا عن الجملة اللي كتبها. جاهزين؟ جاهزين. كل واحد يمسك التابلت ويكتب جملة بسيطة عشان الذكاء الاصطناعي يحولها إلى صورة، بعدها نحن بنتشارك مع بعض نفهم شو الصورة، من بعدها يشرح لنا كل شخص صاحب صورة شو كان كاتب وشو مفهومه عن الزواج. طبعاً كل واحد منكم عبر عن مفهومه عن الزواج، والذكاء الاصطناعي بيعبر بصورة، فبنشوف مع بعض الصور على الشاشة، وبعدين كل واحد يخبرنا هذه صورتي، ونشارك الجميع بأنه يفهم شو الصورة، في النهاية صاحب الصورة يشرح لنا شو الصورة، تمام؟ هاي الصورة اللي نشوفها معانا صورة مين؟ صورة تشنتي؟ زين، بنبدأ من موزة، شو فهمتي من الصورة؟ اللي تقول الصورة بالنسبة لي يعني إن هي امرأة متفرغة للمنزل أو تعتني بالمهام اليومية من الطبخ وغيره، وبنفس الوقت تدرس الطفل وتعتني بالأطفال. جميل، هذا الواضح من الصورة. جميل، شو تقول جابر؟ بالضبط، يعني جميل جدا ان هي قائمة بالأدوار الرئيسية للمرأة كمرأة او كزوجة، وكذلك كأم في مسألة الطبخ او غيرها اللي هي الاحتياجات الأساسية للأبناء، وبالمقابل يعني ما شاء الله موجودة في الجو الأسري، هذا جميل صراحة. جميل جدا. علي الحمادي، طبعا انا استخلص من صورة الحرمة رادة من الدوام والعيال رادين من المدرسة، فهي أصلا تطبخ لهم وتحل الواجبات في نفس الوقت، مثل ما نقول ترتيبات والأولويات، فهي أصلا تستغل الوقت إياهم وينتظرون الزوج يرجع البيت. ممتاز. علي زوهري، يعني مرأة قائمة بكل أولوياتها وملبية الاحتياجات المهمة والرئيسية. جميل جدا، واضحة. اشرحي لنا شو كتبتي عشان تطلع هالصورة. يمكن الرأي الأقرب كان رأي أخوي علي، أنه امرأة راجعة من دوامها بلبس العمل تباشر مهامها العادية الروتينية من طبخ أو تدريس الأولاد، إنها تبين بعد المرأة قادرة، امرأة قادرة. أنا شو كتبتها أن أنا مع القرار أنها تكون امرأة متزوجة وعاملة في نفس الوقت، ما كان عندها ما دام عندها الوعي بمسؤوليات الدوام ومسؤوليات البيت. جميل، يعني فيها توازن. نعم، بين الحياة العملية والحياة الأسرية. نعم. نشوف صورة ثانية ونشوف منو صاحب الصورة. الحين عندنا صورة ثانية بتنعرض على الشاشة. هاي الصورة حقت من؟ خملو. صورة من؟ تخمين. والله أنا أحس دام قال تخمين. عندك علي؟ نعم. صورة علي. بنبدأ من واضحة. شو قريتي من هالصورة هاي؟ امرأة عاملة. نعم. وما زاد هالعمل إلا تعب. نعم. وعبء، حتى تربية الأبناء عبء، لأن واضح الفوضى في المكان. جميل، أنا هذا اللي أشوفها. موزة، يعني مثل ما أشوف من الصورة أنها يحليلها يعني كسرت خاطري. مش قادرة توازن ما بين العمل اللي هي مش قادرة تخلصه، بنفس الوقت عندها طفلين بعمار متقاربة أو يمكن يكونون توأم، فمش قادرة تسيطر على الوضع. وهني سؤالي، وين رأيها يساعدها؟ جميل. أنا بأمانة من الصورة نفسها ارتأيت أن هي مرأة موظفة وعاملة، ولكن أتوقع أن ممكن مثل ما تفضلت أختي من قبل، ممكن ما عندها المهارات وجودة الوقت، سواء المعطى للوظيفة وكذلك اللي هم في مسألة تربية الأبناء، فأتوقع تحتاج لأنها تعزز المهارة هاي معها. نعم. علي الحمادي، نحن كلنا أطفال، يوم يقولون لنا تبون الشيء هذا الفلاني ونحن نعرف أن نحن مو بمقدرتنا، بس لأن نبغى الشيء هذا نقول نعم نقدر، فأتوقع كانت بينها وبين زوجها نقاش وهي عاندت، قالت لا أنا أقدر، وها وضحها بعد قرار. فأنا وضعها بعد ما صارت على قولتهم لقرارها اللي سبب لها، أنا بسوي شغل البيت وبكون في الوظيفة. نعم.
علي اشرح لنا شو مفهوم. طبعا انا ارسلت للاي اي كلمتين، اللي هي الكلمه الاولى لا، لا يوجد توازن، والدليل البيئه اللي كانت موجوده الفوضويه، في ضغط نفسي، والدليل انها يعني حتى العمل راح معاها للمنزل، وبالتالي لقيت في المنزل مهام ثانيه اصلا هي ما انتهت منها، لذلك صار في ضغط وما في توازن. نعم جميل. الحين نروح لصوره اخرى نشوف ارائكم او خلينا نقول تعبيركم للاي اي. هاي صوره لمن؟ هاي صورتي. صور انا شفتك على طول ابتسمت. لا واضح ما يحتاج. بنبدا من عند علي الحمادي. علي اعطينا رايك، شو اللي فهمته من هاي الصوره؟ طبعا اخوي جابر من احنا بدينا الحلقه وهو يتكلم عن التوازن، فاتوقع هو حاط الصوره ان كيف بيكون الشكل اذا كان في توازن بين الحياه الزوجيه والحياه العمليه. جميل جدا. علي زوهري. انا اشوف عامله يعني سعيده بعملها. ممتاز. واضحه شو تشوفين؟ انا اشوف التوازن والتوفيق بين بيئه العمل والبيئه المنزل. نعم. موزه. مثل ما الكل قال الصوره فيها توازن وفيها سعاده، قادره توازن ما بين دورها مع الاطفال، بنفس الوقت هي يمكن تشتغل عن بعد فقادره توازن ما بين الدورين. جميل جدا. شو عبرت للاي اي عشان تطلع الصوره؟ بامانه كان تعبيره هو عباره عن ثلاث كلمات، نعم ولكن بمسؤوليه. وهني كان اللي هو على عاتق سواء الزوج او كذلك الزوجه ومن بعدها الاسره يوم يوصلوا لمستوى معين ان شاء الله. والزوجه هني مثل ما ذكرنا في السابق اللي هو مسألة الوعي، وأن تكون عندها المهارات سواء في إدارة الضغوط هذه وكذلك إدارة الوقت، وأني أنا خذيت القرار هذا أنا أتحمل، مثل ما تكلمت وتشرفنا فيها الأخت فخرية أن أنا مسؤولة عن قراري هذا بنسبة 100%، فهي مسؤولية لابد أنها ما تنسى المرة. أكيد أكيد. طبعا كانت مثال جدا جميل الأستاذة فاخرة. نروح لصورة ثانية وبنشوف الـ AI شو عبر لنا. هاي الصورة حقت من منكم؟ موزة طبعاً. ما شاء الله عليكم أنتم فهمتوها. هذه اختصار بكلمة واحدة، استقلالية. جميل، يعني أنت عبرت على طول. واضحة شو تقولين؟ شو فهمتي من الصورة؟ أشوف من الصورة امرأة متمكنة مستقلة واثقة. جميل. جابر. أنا أشوف أن ممكن مرأة يعني ما دخلت في مجال الأسرة أو في هذا الشق، وإنما يعني ممكن قررت في حياتها أنها تكون أو تسلك المسار الوظيفي فقط يعني كنجاح. جميل. علي. طبعاً أشوف من الصورة أن ما فيها أي أثار أن عائلة وأي شيء، يعني هي واحدة مفتكة في عمرها وخلاص عايشة. جميل. موزة مرتاحة في الكوفي. موزة شو اللي كتبتيه للآي آي عشان تحصل؟ كتبت نعم بشكل تام وكامل، واللي حبيته في الصورة صراحة صورة وايد واقعية وتعبر عني، وايد تذكرني بنفسي وأنا فعلا أكون شالة لابتوبي وأسير أشتغل في مكان. فنفس المبدأ، بس يعني هو مش معناته ان المرأة تكون مستقلة ان هي ترفض الزواج او ترفض الانجاب، بس انا مع ان المرأة تجد ذاتها وتكون نفسها، ولما تتخذ قرار الارتباط والانجاب يكون بعد يعني بعقلانية وقناعة. جميل جدا. فهمنا صورة موزة. الحين بنروح للصورة الأخيرة تقريبا. هاي الصورة حقتك علي صح؟ طبعا. جميل. بنبدأ من البنات. موزة شو تفهمين من الصورة هاي؟ قاعدة أشوف أم وموظفة بذات الوقت، أشوف فيها توازن بعد في المهام، هي قادرة تقوم بمهامها وقادرة تدير بالها على الأطفال. جميل. جابر شو تشوف؟ أنا أشوف كذلك نفس الفكرة، أن هي تقريبا قاعدة تحاول توازن ما بين الجانبين، ولكن ممكن يعني أشوف فيها قصور بسيط، اللي هو أن الأبناء بأمانة ماسكين اللي هي الأجهزة اللوحية ومش يعني قاعدين لهم يبنوا مهارات اللي هو الحقيقية، فهم هي يعني هي كأنها ملتهية في جانب
وهم ملتهيين بجانب. فأتوقع هنا مبدأ استثمار الوقت قد يكون بعد كذلك يحتاج تنمية منها. جميل. علي زوهري، أنا مؤيد لكلام الأخ جابر، أشوف أنها فيها انغماس لعملها الشخصي وشخصية الأبناء ومكانهم، يعني يعطيك مثال أن الأبناء موجودين في الخلف وفي المقدمة. أنا يعني مهام العملية أولى من الأطفال، وانشغالهم بشيء ما يخص البيئة المنزلية أبداً شيء. يعني الأولويات عندها نعم وظيفة. نعم. نعم واضحة. أنا أشوف من الصورة أن حتى بيئة المنزل قادرة أو بإمكانها تكون مناسبة حق بيئة العمل. جميل. نروح لك وتشرح لنا شو عبرت للذكاء الاصطناعي عشان تطلع لنا الصورة هاي. أنا كتبت كلمتين، كتبت نعم بحدود، فأتوقع الحدود اللي هو حطها يعني أن الصورة اللي أنا أشوفها يمكن رأيي غير عن الباقين. أنا أشوف أن الصورة البيت مرتب، العيال لابسين دفس مرتب، الآيبادات يمكن تعليقا على كلام أخواني، الآيبادات هالزمن استوى زمن الآيباد يعني، فهي حاطة الألعاب، فيعني هي يمكن عندها محاولة أن تلعب وياهم يعني. نعم. فكل شيء بالحدود وخير الأمور أوسطها دائما مثل ما يقولون يعني، فالحدود زينة والوسطية بعد زينة أكيد طبعاً، والتوازن ووجود لغة حوار بين الزوج والزوجة أكيد بتكون هي الفيصل بنجاح العلاقات الأسرية وأيضاً الزواج، حتى لو كانت المرأة عاملة أو غير عاملة. طبعاً كل الشكر لكم على تواجدكم معنا اليوم ضيوفنا، صراحةً تواجدكم ويانا أثرى الحلقة بآرائكم وحواركم. ومن المهم أن نتذكر أن الاختلاف في الرأي لا يجب أن يؤدي إلى الخلافات أو التوترات، بل يجب أن يكون سبباً لتعزيز التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات. ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت بيمعة جديدة وموضوع جديد، وبذكركم مشاهدينا إذا تحبون تكونون جزء من هالبرنامج وتشاركونا في الاستوديو تجاربكم وآرائكم، ما عليكم إلا تتواصلون معنا على الرقم اللي في أسفل الشاشة. مع السلامة.